بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. لن نستأنف أشغالنا، وبداية أدعو رئيس اللجنة التنظيمية سيد قدوح لقراءة تقريره، قراءة تقرير اللجنة التنظيمية، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، أتشرف بتقديم التقرير الثالث للجنة التنظيمية. عقدت اللجنة التنظيمية المنبثقة عن الدورة 40 لمؤتمر العمل العربي اجتماعها الثالث مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل نيسان 2013 بحضور كل أعضائها، وقام بأعمال السكرتيرية الفنية للجنة السادة حمدي أحمد وإسلام سناء وسيدة رانيا فاروق السيد محمد عبد الهادي. واستعرضت اللجنة التنظيمية برنامج سير عمل المؤتمر الوارد في التقرير الأول للجنة التنظيمية المعتمد من المؤتمر مضبطة مؤقتة رقم 1، والذي حدد سير العمل في المؤتمر، وعليه تقترح اللجنة التنظيمية ما يلي: أولا، برنامج عمل اليوم الثالث للمؤتمر للأربعاء 17/4/2013 كما هو موضح في المرفق رقم 1. ثانيا، إحالة المواضيع التالية إلى الفرق الثلاثة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لمناقشتها في الجلسة العامة للمؤتمر ابتداء من هذا اليوم الأربعاء 17 لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ألف، الرسالة المحالة إلى اللجنة من رئاسة المؤتمر بخصوص مذكرة معالي السيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية. ب، الفقرة الرابعة من البند الرابع حول استكمال تشكيل هيئة الرقابة المالية للفترة 2012-2014. ج، المسائل الإدارية من البند الرابع، مستجدات تعيين المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية، قرار مجلس الإدارة في دورته غير العادية بشأن تطوير منظمة العمل العربية. البند الخامس، اختيار لجنة الخبراء القانونيين للفترة 2013-2016. البند السابع، مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي جنيف يونيو 2013. البند الحادي عشر، تحديد مكان وجدول أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي مارس آذار 2014. ثلاثة، متابعة مناقشة تقرير المدير العام كما هو موضح في قائمة المتحدثين الواردة في المرفق رقم 2. رابعا، تقترح اللجنة التنظيمية في ضوء التقدم في سير أعمال المؤتمر ولجانه أن تعقد الجلسة الختامية للمؤتمر مساء يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2013. خامسا، يرجى من السادة رؤساء اللجان النظامية والفنية الانتهاء من أعمال اللجان اليوم وتسليم تقاريرها الختامية للسكرتارية حتى يتسنى عرض تقارير هذه اللجان في الجلسة العامة الصباحية ليوم الخميس 18/4/2013. سادسا، بناء على تعديلات الفرق الثلاث لأسماء ممثليها في اللجان الفنية والنظامية، قامت اللجنة بإعداد القوائم التي وردت السكرتارية الفنية كما هي موضحة في المرفق رقم 3، والأمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بالنظر في اعتماد التقرير. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد رئيس اللجنة التنظيمية، وأحيل الكلمة إلى رؤساء الفرق، وأبدأ بمعالي الوزير رئيس فريق الحكومات، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. اجتمع فريق الحكومات اليوم الأربعاء صباحا في الساعة 9 فيما يتعلق بالتقرير الثالث للجنة التنظيمية، يوصي الفريق باعتماد التقرير. شكرا جزيلا. الكلمة للسيد
رئيس فريق أصحاب الأعمال. شكرا سيادة الرئيس. اجتمع فريق أصحاب الأعمال صباح اليوم واطلع على تقرير اللجنة التنظيمية الثالث، وبعد المناقشة يوصي الفريق باعتماد التقرير. شكرا سيادة الرئيس. شكرا جزيلا سيد رئيس فريق العمال. شكرا سيد الرئيس. اجتمع فريق العمال صباح اليوم الأربعاء الساعة 9 صباحا الموافق 17/4 لمناقشة البنود التالية: التقرير اللجنة التنظيمية مضبطة مؤقتة رقم 5 يوصي الفريق باعتماد التقرير الثالث للجنة التنظيمية. شكرا. شكرا جزيلا. إذن بعد الاستماع إلى رأي رؤساء الفرق حول التقرير الثالث للجنة النظامية والذي كان تلي علينا من قبل رئيس اللجنة، نعتمده إذن ما دام لم تثر أي ملاحظة حوله. بالطبع تعلمون أن رسالة وردت علينا من قبل السيد المدير العام لمكتب العمل العربي السيد أحمد محمد لقمان، وهي الرسالة التي أبدى سيد المدير العام الرغبة في ترك المنظمة، منظمة العمل العربية، وتقليص العهدة، وقد أحيلت هذه الرسالة على الفرق، ونريد رأي الفرق الثلاثة حول محتواها، فلكم الكلمة، وأبدأ ب السيد رئيس فريق الحكومات فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. الرسالة المحالة للجنة التنظيمية من رئاسة المؤتمر بخصوص مذكرة معالي السيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، يوصي الفريق بتقديم التماس إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية للعدول عن طلبه والتمني عليه للموافقة على مواصلة مهمته إلى حين انتهاء مدة ولايته عام 2015، وتقديم الشكر والتقدير لسيادته على الجهود التي يبذلها في تطوير العمل بالمنظمة والطفرة التي شهدتها في عهده على كافة المستويات. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا سيد رئيس فريق أصحاب الأعمال. شكرا سيادة الرئيس. بداية يقرر الفريق تسجيل الشكر والتقدير للمدير العام للجهود المبذولة وتألقه في إدارة المنظمة، مما جعلها تتبوأ مكانة رفيعة بين المنظمات العربية المتخصصة، وإن بصمات عمله ستبقى شاهدا دوما على أدائه وقدراته المهنية الرفيعة، فله من فريق أصحاب الأعمال كل الشكر والتقدير. وكان الفريق يتمنى أن يرجع سعادة المدير العام عن قراره بالاستقالة ويبقى معنا، إلا أن الفريق ونزولا على رغبة سعادة المدير العام يوصي بقبول استقالته على مضض
منا ومن أعتقد من باقي الشركاء، ويوصي الفريق بعقد جلسة خاصة لتكريم المدير العام خلال الدورة القادمة لمؤتمر العمل العربي. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا سيد رئيس فريق العمال. شكرا سيد الرئيس. لقد ناقش صباح هذا اليوم فريق العمال الرسالة المحالة إلى اللجنة من رئاسة المؤتمر بخصوص مذكرة معالي السيد أحمد محمد لكمان المدير العام وتركوا الموقع في منظمة العمل العربية. فريق العمال يعرب يعني عن ألمه وحزنه لهذا الخبر، لأنه خبر مزعج شوي، لأننا نحن نؤيد بقاء معالي المدير العام في هذا الموقع لما لمسناه مباشرة من جهد كبير جدا ساهم في بناء وتطور قدرات منظمة العمل العربية. الفريق يأمل ويناشد الأخ معالي المدير العام أن يستمر إلى أن تنتهي الولاية في عام 2015، وهذه رغبة كانت بالإجماع، وبعد مناقشة طويلة أخذ الفريق يعني قرارا أو توصية بمناشدة المدير العام البقاء في هذا الموقع، ولدينا رسالة مطولة في هذا الموضوع سنقدمها إلى هيئة رئاسة المؤتمر، ونتمنى للمدير العام النجاح والتوفيق، وبالتالي القرار هو قرار المدير العام. شكرا. شكرا جزيلا سيد فريق العمال. ممكن الآن نحيل الكلمة إلى السيد المدير العام لإبداء وإعطاه الكلمة، لأن الظرف شيئا ما حساس، ونرغب كلنا في بقاء السيد المدير العام على رأس هذه المنظمة، لكن هذه رغبة السيد المدير العام، وبالتالي فأحيل له الكلمة. شكرا سيد الرئيس، وشكرا لجميع الأخوات والإخوة رؤساء وأعضاء الفرق وأعضاء المؤتمر لحسن ظنهم بي وبالبلد الذي أشرف بأن أحمل جنسيته. الكلمات التي وصلتني الحقيقة ليست غريبة عنكم، زاملتكم في نهاية السبعينات، زاملت بعضكم في نهاية السبعينات، وخبرت عمل المنظمة سواء العربية أو الدولية، وكان لي شرف أن أكون عضوا من أعضاء هذه المجموعة العربية المتألقة التي إذا ما عملت واقتربت من بعض يمكن أن تصل إلى وتقوم أو تؤدي أعمال طيبة. الواقع أن ما طرحته ليس بهدف المناورة، ولم يكن هروبا من المسؤولية، ولم يكن هروبا من العبائها، وليست سببا المنظمة أو أحد أعضاء المؤتمر ليس سببا في دفعي إلى ذلك. حقيقة الأسباب شخصية، ورغبت أن أعود إلى بلدي بعد بعد من عام 93 أو 94 منذ أن عينت في سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة ومندوبا دائما لدى جامعة الدول العربية. أردت أن أوقف الترحال حتى أعود إلى بلدي محملا بمشاعر جميلة لكل واحد فيكم. الحقيقة أنتم ترفعوا الرأس كمجموعة عربية في مؤتمر، وحزنت أن يضع الأمر في الجزائر لما أحمله للجزائر ونحمله جميعا من محبة. الجزائر تحتضننا بين الحين والآخر، وعبق التاريخ
وعبق الانتماء وقوته يشعرنا بالدفء، وعادة ما تكون نتائجنا جميلة في هذا البلد الجميل. لذلك مع الأسف هي ليست استقالة وليس ابتعاد عن مهمة، قدر ما أن هناك ربما التزامات أخرى تدفع بالعودة إلى الوطن العزيز وإلى الأسرة الصغيرة والكبيرة. الرسالة التي كتبتها كل حرف كان صادقا تجاه كل واحد، يعني فتحتم قلوبكم وسأظل أشهد على ذلك، سواء من يمتلك المقدرة والإمكانيات ومن يمتلك العزيمة في إبراز المحبة والمودة التي لمستها من كل أخ ومن كل أخت. لذلك أتمنى عليكم قدر تمنيكم علي، أتمنى عليكم القبول، وأعهدكم أن أسعى خلال هذه السنة وشهرين المتبقية في التعاون معكم ومع أخي وزميلي معالي رئيس الدورة الطيب لوح ومع كل واحد فيكم، بحيث أن المنظمة كثير تحتاج إلى جهدكم ودعمكم ومؤازرتكم لها. فيها مجموعة من الشباب العروبي والشابات اللي يحملون كل مودة لكل دولة عربية. المنظمة يمكن أن تحمل وتدافع عن مصالح وحقوق وآمال وطموحات المجموعة العربية. سررت بكل واحد، بكل فرد والله، سواء موجود هنا أو غير موجود، سررت بالعلاقة الخاصة مع الإخوة والأخوات في جامعة الدول العربية، سواء الإدارة الاقتصادية أو الإدارة الاجتماعية. سررت بالعلاقة مع طاقم منظمة العمل الدولية بتنوعهم وتفرعهم ومكاتبها الإقليمية. سررت بالعلاقة مع البنك الإسلامي ومع الأكفاند ومع الـIOM، ومع سررت بالعلاقة بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بالاتحاد العربي للغرف التجارية. سررت بالعلاقة مع الاتحادات الدولية جميعها. وكما قلت، إن أحسنت فلبلدي فضل في أني واحد من أبنائه، وإن أسأت فهي خاصة بي، وكل إنسان يمكن أن يخطئ، لكن اعتمادي على ما تحملونه في صدوركم في القبول هذه الفكرة. لا تعتبروها استقالة، ليست استقالة، ولكن فقط أردت أن أعود مبكرا، وبالتالي أردت أن أخطركم قبلها بوقت مبكر. أنا أيضا ممنون للموقف الذي حسست به من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل، ممتن أيضا للموقف اللي عبر عنه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عندما التقيت، ممتن لكل المشاعر التي شعرت بها قبلا وبعدا والآن من كثير من الأخوة والأخوات. فكما تتمنون علي، أتمنى عليكم قبولها، وثقوا أني سأكون في أي موقع عضوا داعما ومساندا ومؤازرا ومناصرا ورفيق درب، لأن المبادئ التي آمنا بها جميعا أنا مقتنع بها كل القناعة. الحوار الاجتماعي ليست رفضا للآخر، ولكنه قبول للوصول إلى نقطة التقاء، وأنا أؤمن بأن هناك نقاط التقاء وأن هناك مصالح حتى بين الفرق المتباعدة. أشكركم على حسن ظنكم، وأشكر الجزائر التي بدفء مشاعرها بعبقها احتضنت هذا المؤتمر الزاخر بالقضايا والمبادئ. شكرا لأخي معالي السيد طيب لوح لأنه لم يتردد في قبول أي فكرة وقبول احتضان أي تجمع طالما هو في النهاية يخدم المنطقة العربية، وهذا هو ديدن الجزائر. شكرا للرئيس فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي احتضن الاجتماع الأخير قبل
قبل الأخير بالنسبة لي، وشكرا لكم جميعا. شكرا سيدي. شكرا جزيلا لأخي وصديقي سيد أحمد محمد لقمان، المدير العام لمكتب العمل العربي، وأضم صوتي إلى رؤساء الفرق، حكومات وأصحاب أعمال وعمال، لأقول أن مجهودا كبيرا بذل من قبل السيد المدير العام لمكتب العمل العربي دكتور أحمد محمد لقمان خلال كل هذه المدة التي قضاها كمدير عام لمكتب العمل العربي، مسيرة طبعا توجت بإنجازات كبيرة على مستوى هذه المنظمة، وكانت في بعض الأحيان تحتاج إلى قرارات جريئة، وفي تنسيقنا مع بعض استطعنا أن نتخذ هذه القرارات الجريئة أثناء هذه المسيرة على مستوى منظمة العمل العربية. استطعنا أيضا أن نغير شيئا ما من الروتين الذي كانت تعرفه منظمة العمل العربية في تسيير أعمالها وفي التطرق إلى بعض الملفات الحساسة الأساسية اقتصادية اجتماعية، وفي بعض الأحيان كنا نخرج عن ذلك لنربطها بالقضايا السياسية في هذه المنظمة، أليس؟ لأننا نعرف ونؤمن جيدا إيمان راسخ أن منظمة العمل العربية تتخذ القرارات، هي قوة اقتراح، لكن في الأخير لا بد أن يتوقف ذلك على التنفيذ وعلى التطبيق، وفي كثير من الأحيان فإن هذا التطبيق وهذا التنفيذ يخرج عن صلاحيات ونطاق منظمة العمل العربية. فمرة أخرى أشكر جزيل الشكر أخي صديقي ورفيقي في خلال كل هذه المسيرة السيد دكتور أحمد محمد لقمان، مدير العام لمكتب العمل العربي، على كل المجهودات، مجهودات كبيرة التي بذلت على مستوى منظمة العمل العربية أثناء فترته كمدير عام للمنظمة. بالطبع فهي رغبة الصديق أحمد محمد لقمان، ولا يمكن إطلاقا أننا نقول أن السيد المدير العام السيد أحمد محمد لقمان أنه ستنقطع صلته بمنظمة العمل العربي، فسيبقى ذلك الحنين وسيبقى ذلك الاتصال في أي موقع يكون فيه مستقبلا، وإن شاء الله سيكون له موقع
الذي يمكنه من مساعدة منظمة العمل العربية وتدعيم العمل العربي المشترك في ظل تحديات كبيرة يواجهها العالم العربي وحساسة وخطيرة في نفس الوقت، كما تطرح من قبل كل المتدخلين ومن كل الفرق وأطراف الإنتاج في منظمة العمل العربية في كل فرصة وفي كل دورة وفي كل اجتماع. إننا نؤمن بهذا العمل المشترك العربي، والإيمان بالعمل العربي المشترك في ظل هذه التحديات رأيناه دائماً أو نرى دائماً مع بعض أنه يكون انطلاقاً من هذه المنظمة، لأنها المنظمة أو الهيكل الوحيد التابع للجامعة العربية في العالم العربي الذي له ميزة التركيب الثلاثي، أي حكومات أصحاب أعمال وعمال، والوحيد الذي يتطرق إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الكبرى التي يواجهها العالم العربي في شكل ثلاثي، أي في نقاش وفي حوار. ودائما كنا نقول بأنها ربما هي المنظمة الوحيدة التي تعبر عن الديمقراطية الحقيقة والنقاش والحوار بين أطرافها الثلاث. فإن شاء الله ونحن الآن أمام هذه الوضعية، فبالطبع الإجراءات معروفة في منظمة العمل العربية وفقا للمواثيق والتنظيمات منظمة العمل العربية، وبالتالي إذا لم يكن لكم أي رأي آخر أو اعتراض فإننا بالطبع نطلب من اللجنة التنظيمية إذن أن تدرج بند على جدول أعمال الدورة القادمة للمؤتمر في 2014 بشأن تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي لفترة ولاية جديدة، كما تنص على ذلك المواثيق والتنظيمات السارية المفعول لمنظمة العمل العربية. وإن شاء الله في الفترة الباقية سيواصل سيد المدير العام الجهد الذي بذله من أجل ترقية منظمة العمل العربية وأيضا تطويرها خلال كل هذه الفترة الباقية إلى المؤتمر القادم إن شاء الله. إجراءات ستعلن فيما بعد المتعلقة بفتح باب الترشيحات والمدة وغيرها من الإجراءات المعبونة وفقا للنظام والمواثيق منظمة العمل العربية. فشكرا للسيد المدير العام وشكرا لكم على كرم الإصغاء وبارك الله فيكم. شكرا. إذن ننتقل الآن إلى النقطة الموالية لجدول أعمالنا والمتعلقة بتقرير لجنة اعتماد العضوية، وأدعو السيد رئيس اللجنة لتلاوة تقريره فليتفضل.
شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. التقرير الثاني للجنة اعتماد العضوية. أولا، عقدت لجنة اعتماد العضوية المنبثقة عن الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي اجتماعها الثاني ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2013 برئاسة أحمد بن فهد الفهيد وحضور أعضائها، وهم أولا السيد عبد الغني حسن العريبي، ثانيا المهندس علي صبيح علي، ثالثا السيد قاسم حمد حمود. وقد قام بأعمال السكرتارية الفنية للجنة كل من السيد بهلول شتاوي ممثل السكرتير العام، السيد شريف جمعة، والسيد إيهاب توفيق. ثالثا، قد تبين للجنة ما يلي: واحد، إن تمثيل أطراف الإنتاج الثلاثة في أعمال الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي جاء على النحو التالي: الوفود الحكومية 141، وفود أصحاب الأعمال 80، وفود العمال 94. اثنين، الأعضاء المشاركون في المؤتمر والمعتمدون اعتمادا صحيحا بمعرفة دولهم 315 عضوا برئاسة وزراء زائرين ورؤساء وفود وعضوية مندوبين ومستشارين لأطراف الإنتاج الثلاثة ومرفق الأسماء. ثلاثة، مجموع الأعضاء الذين لهم حق التصويت في المؤتمر إذن يكون على نحو التالي: مجموع الأصوات 69 عضوا بواقع 35 صوتا للحكومات و17 صوتا لأصحاب الأعمال و17 صوتا للعمال. أربعة، وعليه فإن الأغلبية العادية تتطلب 35 صوتا، وأغلبية الثلثين تتطلب 46 صوتا. رابعا، لاحظت اللجنة أن بعض الوفود غير مكتملة التشكيل الثلاثي حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وعليه تذكر اللجنة بضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربية، والتي تنص على التكوين الثلاثي للوفود المشاركة في المؤتمر. خامسا، لم تتلقى اللجنة أي تعديلات على تشكيلات الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمر، وفقا لهذا نرفق قائمة المشاركين النهائية. سادسا، الأمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بالموافقة على التقرير واعتماده، وشكرا لكم. شكرا جزيلا للسيد رئيس لجنة إثبات العضوية. كلمة للفرق، أبدأ برئيس فريق الحكومات فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. يوصي الفريق باعتماد التقرير الثاني للجنة اعتماد العضوية، ويتوجه بالشكر والتقدير للسادة رئيس وأعضاء اللجنة على إنجاز عملهم. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. كلمة لفريق رئيس فريق أصحاب الأعمال. شكرا سيادة الرئيس. اطلع فريق أصحاب الأعمال صباح اليوم على تقرير لجنة اعتماد العضوية الثاني، وإن الفريق إذ يوصي باعتماد هذا التقرير يرجو حث الدول الأعضاء التي لا تحضر المؤتمر مثل الصومال وجيبوتي ومساعدتها على الحضور، لأننا نرجو أن نرى أن يلتئم شمل جميع الدول العربية في مثل هذه المؤتمرات. نمرة اثنين، نرجو ونتمنى عودة الشقيقة سوريا إلى مكانها الطبيعي بيننا في القريب العاجل، وأن يوفق الإخوة في سوريا إلى ما يصبون إليه. أخيرا، نرجو الدول التي لا تلتزم بالتشكيل الثلاثي أن تبادر إلى الالتزام بالتشكيل الثلاثي لوفود. شكرا لكم. شكرا جزيلا سيد رئيس فريق العمال. شكرا سيد الرئيس. في صباح هذا اليوم ناقش فريق العمال مضبطة لجنة اعتماد العضوية، وقد ناقش غياب بعض الدول العربية ومساعدتهم للمشاركة في المؤتمرات القادمة، ومناقشة بعض الدول العربية التي لم يكتمل فيها أطراف الإنتاج الثلاث، أن نأتي إلى المؤتمر القادم وإن شاء الله بيكون في كامل التمثيل. ولكن توقف الفريق أمام البند 4 من التقرير،
ويرفع إلى المؤتمر الموقر رفضه ما ورد في الفكرة الرابعة من التقرير، ويدين بشدة عدم مشاركة وفد عمال ليبيا، ويطلب من المؤتمر اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مشاركة وفد عمال ليبيا أو أي وفد عمالي آخر في المؤتمرات القادمة، مع الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة. شكرا سيدي الرئيس. شكرا جزيلا سيد رئيس فريق العمال. إذن نعتمد التقرير مع أخذ بالاعتبار ملاحظات الفرق. والآن أحيل الكلمة للسيد المدير العام لعرض الفقرة الرابعة من البند الرابع، فلكم الكلمة. شكرا سيدي. هذا موضوع استكمال هيئة الرقابة المالية، كما تعلمون وفقا للنظام المقرر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أقر 5 أعضاء. بالنسبة للمنظمة تمت الموافقة على عضو يمثل أصحاب الأعمال وآخر يمثل العمال. ارتؤي أحيانا أن يتم حضور أحيانا شخصين أو 3 فقط، فلكي تطمئن في انعقاد الهيئة الرقابة ارتؤي إضافة دولتين من الحكومات احتياط حتى يمكن حتى تكون 7، فإذا تعذر حضور البعض يستطيع البعض الآخر الحضور. لذلك المطلوب إضافة دولتان حكومتان يمثل الحكومة من أجهزة الرقابة أو مؤسسات وزارة المالية، إضافة إلى القرار اللي اتخذتموه العام الماضي. شكرا سيدي. شكرا جزيلا فريق الحكومات. شكرا سيد الرئيس. سمى الفريق كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كأعضاء احتياطيين، مع التأكيد على مخاطبة المنظمة للوزارات المعنية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا سيد رئيس فريق أصحاب الأعمال. يوصي الفريق بالموافقة على اختيار عضوين مناوبين على أن يدرج ذلك التعديل في نظام عمل هيئة الرقابة المالية، مادة 2 فقرة 1. شكرا لكم. شكرا جزيلا سيد رئيس فريق العمال. شكرا سيد الرئيس. يوصي الفريق بأخذ العلم والموافقة على التقرير. شكرا جزيلا. إذن نعتمد التقرير. عندكم الكلمة. في مسائل إدارية فأحل الكلمة إلى السيد المدير العام. شكرا سيد الرئيس. هناك موضوعان، الأول وهو تعيين المدير المساعد وفقا لقرار مؤتمركم السابق بعرض الموضوع على المجلس الاقتصادي. المجلس الاقتصادي اتخذ قرار بالعودة إلى المؤتمر لتعيين المدير العام المساعد، واليوم من القطاع الخاص أو من الفريق أصحاب الأعمال، والأمر مطروح للفريق لاختيار الشخص وإبلاغ المؤتمر به. الأمر الثاني وهو تطوير أعمال المجلس المنظمة، هناك 3 مسائل. أولا فيما يتعلق بمكتب العمل العربي، تم إجراء التعديلات المناسبة التي تتوافق مع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحتى مع التعديلات الدستورية التي أقررتموها في عام 89، لأن النظام ما زال هو قائم بذاته. الأمر الآخر فيما يتعلق بنظام العمل بالمؤتمر، أضيفت 6 فقرات حول الإنابة المندوب وحول اجتماعات الفرق وحول تحسين الصياغة وموضوع فرز الأصوات وقضية
إضافة مقرر الرئاسة، وكذلك الأمر تم تعديل نظام العمل بمجلس الإدارة، لأنه لاحظنا أن عادة الموازنة أو الحساب الختامي عادة يقدم إلى لجنة المنظمات قبل اعتماده من مؤتمر العمل العربي. النظام القديم هيئة الرقابة تجتمع في أبريل بعد تسميتها من المؤتمر، اجتماع مجلس الإدارة عادة في مايو، اجتماع لجنة التنسيق تبع المنظمات تتم في يوليو، ثم مؤتمر العمل العربي في السنة التي تليها. هذه السنة ستعتمد ميزانية يعني حساب ختامي لسنتين 2011 و2012. سيكون النظام الجديد أن اجتماعات هيئة الرقابة تكون في فبراير، واجتماعات مجلس الإدارة تكون فبراير مارس، واجتماعات مؤتمر العمل العربي مارس أبريل، واجتماعات لجنة التنسيق في يوليو. بالتالي فيها انسيابية ابتداء من هيئة الرقابة وانتهاء بلجنة المنظمات، مرورا بمجلس الإدارة وبمؤتمر العمل العربي. كانت في لجنة برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وأعضاء من مجلس الإدارة، استعرضت كل الفقرات وأقرتها وطلبت تعديلها. مجلس الإدارة أيضا صادق عليها والأمر معضوض أمامكم سيداتي سادتي. شكرا. شكرا سيد المدير العام. أعتقد أننا بالنسبة لمستجدات تعيين المدير العام المساعد منظمة العمل العربية، تعلمون أن الإشكال الذي كان مطروحا وبعد ذلك تم الفصل فيه من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي لابد من تنفيذ قرار المجلس الاجتماعي والاقتصادي. كنت أشرت الأمس بأن بعض القرارات هي تعود إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فأعطي وأحيل الكلمة إلى أصحاب الأعمال ليعطينا ما طرأ من مستجدات بالنسبة لتعيين المدير العام المساعد، فليتفضل. شكرا سيادة الرئيس. اجتمع فريق أصحاب الأعمال صباح اليوم وبخصوص هذا الموضوع بالذات، استغرق أكثر من ساعة في بحثه، وبعد الاستماع لآراء الأعضاء والاستماع لرأي المستشار القانوني للمنظمة والاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن الذي يقرر ثلاث نقاط: التأكيد على الشروط والأسس المنصوص عليها في النظام الأساسي الآخر، ونمرة 2 اعتبار قرار مؤتمر العمل العربي في الإدارة 39 رقم كذا بشأن تعيين المدير العام المساعد قرارا مخالفا لأنه يتعارض مع الأنظمة. النقطة الثالثة وهي المهمة: الطلب من مؤتمر العمل العربي في دورته القادمة التي هي هذه الدورة للنظر في موضوع تعيين المدير العام المساعد للمنظمة العربية لمنظمة العمل العربية وفقا للشروط والأسس على القائم المنصوص عليها في النظام الأساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة المعتمد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار للمرشحين الذين سبق وأن تقدموا لهذا المنصب والنظر في تعيينهم وفقا للضوابط والمعايير المتبعة. وفي هذا الخصوص وبعد مناقشات مطولة وحيث لم يتفق الفريق على رأي واحد، دعي إلى التصويت على موضوعين: إما تسمية المرشح الثاني وهو السيد حيدر أبشر، أو الدعوة لفتح باب الترشيح، وفي هذه الحالة لن يكون هناك مدير مساعد إلا بعد المؤتمر القادم العام القادم. وبالتالي انتهى التصويت، شكلت لجنة برئاسة السيد سعيد حمادة من لبنان وعضوية الأخ خليفة مطر من الإمارات والأخ صالح الحميدان، وأجري التصويت السري على هذين الموضوعين، وقد تمت عملية التصويت إلى تعيين السيد حيدر أبشر من جمهورية السودان مديرا عاما مساعدا للمنظمة لمدة 4 سنوات من تاريخ قرار المؤتمر وفقا لدستور منظمة العمل العربية، حيث أنه هو كان المرشح الثاني في العام الماضي. شكرا سيادة الرئيس. شكرا جزيلا. إذن هذا هو قرار
فريق أصحاب الأعمال، رأي فريق الحكومات. نؤيد ذلك سيد الرئيس. فريق العمال. سيد الرئيس، يوصي الفريق بالالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن، ودعم المرشح السيد حيدر أبشر كان بالإجماع في فريق العمال، واعتبار السيد السنة الماضية جزء من فترة ولاية المدير المساعد، ليتم الحفاظ على دورية الترشيح ومدته. شكرا سيد الرئيس. أمر معروض على المؤتمر. اتفاق أصحاب الأعمال. هو سيادتك، الدستور المنظمة بينص على أن المدير العام المساعد يتولى لمدة 4 سنوات، ولا يمكن أن نضيع عليه سنة لسبب خارج عن إرادته وخارج ليس له أي يد فيه. النظام يقرر 4 سنوات لمنصب المدير العام ولمنصب المدير العام المساعد، ونرجو الالتزام بنظام العمل بالمنظمة وميثاقها. شكرا يا فندم. شكرا، تفضلوا. شكرا جزيلا أخ الرئيس. رأي فريق العمال أن تعتمد السنة الأولى كجزء من ولاية المدير العام المساعد، لكن أرجو أن يترك هذا الأمر للجهات القانونية في داخل المنظمة للإفتاء فيه حتى لا ندخل في المحظور، وأن يعتمد المؤتمر هذا الترشيح بهذه التوصية. شكرا جزيلا. شكرا. إذا نعتمد ما جاء به فريق الأعمال، وبالنسبة للجزئية المتعلقة بحساب المدة نترك نحيلها على اللجنة القانونية للفصل فيها. وإن شاء الله غدا نبلغكم بنتائج نتائج اللجنة القانونية. شكرا جزيلا. للبند الموالي قرار مجلس الإدارة في دورته غير العادية بشأن تطوير منظمة العمل العربية. رأي فريق الحكومات. شكرا سيد الرئيس. بعد اطلاع الفريق على الوثيقة المقدمة بشأن التعديلات الخاصة بنظام العمل بمكتب العمل العربي، ونظام العمل بمجلس الإدارة، ونظام العمل بمؤتمر العمل العربي، يوصي الفريق باعتماد هذه التعديلات وتكليف مكتب العمل العربي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنفاذ هذه التعديلات. كما يوافق الفريق على عرض التقارير الخاصة بتنمية الموارد المالية وتطوير عمل المعاهد والمراكز على الدورة القادمة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا فريق أصحاب الأعمال. سيد الرئيس. شكرا سيادة الرئيس. طلع الفريق على موضوع تطوير منظمة العمل العربية، وحيث أنه عقدت عدة اجتماعات لجنة التطوير، يوصي الفريق إقرار التعديلات على الأنظمة التالية: نظام العمل بمؤتمر العمل العربي، ونظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية، ونظام العمل بمكتب العمل العربي والهيكل التنظيمي بمكتب العمل العربي. شكرا سيادة الرئيس. سيد العمال.
شكرا سيد الرئيس. يأخذ الفريق علما بقرارات مجلس الإدارة في دورته غير العادية 16 والموافقة على التعديلات الواردة على الأنظمة. شكرا. قلت أنه اعتمدنا التقرير وننتقل إلى البند الخامس حول اختيار لجنة الخبراء القانونيين 2013-2016 والكلمة للسيد المدير العام. شكرا. وفق اللائحة والنظام الأساسي تم اقتراح تعديل في عضوية لجنة الخبراء القانونيين مع مراعاة الخبرة واستمرار البعض وتجدد البعض الآخر، وتم تجديد شخصين، أحدهما من جمهورية مصر العربية والآخر من الجمهورية اللبنانية، ولذلك التشكيلة ستتم على الشكل الآتي: الأستاذ الدكتور رزق مقبول الرئيس السعودية، الدكتور أستاذ الدكتور محمد عثمان خلف الله السودان، الأستاذ الدكتور عبد الغني عمر المويمط ليبيا، الأستاذ الدكتور محمد عبد الظاهر جمهورية مصر العربية، الأستاذ الدكتور عصام القيسي الجمهورية اللبنانية. عرض الأمر على مجلس الإدارة ومجلس الإدارة أوصى بالموافقة، طلب من المؤتمر الموافقة على ذلك. شكرا. رأي فريق الحكومات. شكرا سيد الرئيس. بعد اطلاع الفريق على تشكيل لجنة الخبراء القانونيين 2013-2016 التي اقترحها مجلس الإدارة في ضوء الترشيحات المقدمة من السيد المدير العام، يوصي الفريق بالموافقة على هذه الترشيحات مع توجيه الشكر وكامل التقدير للسادة رئيس وأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد في عمل اللجنة أثناء فترة ولايتهم. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا أصحاب الأعمال. سيد الرئيس. شكرا سيادة الرئيس. يوصي الفريق باعتماد تشكيل لجنة الخبراء القانونيين على النحو المبين بالبند، مع تقديم الشكر والتقدير للسادة رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم خلال فترة ولايتهم السابقة. شكرا سيادة الرئيس. شكرا جزيلا أصحاب العمال. شكرا سيد الرئيس. لقد ناقش فريق العمال هذا الاختيار واطلع على توصية مجلس الإدارة وموقف المدير العام، يوصي الفريق بأخذ العلم والموافقة على التقرير. شكرا جزيلا. إذا نعتمد التقرير، ننتقل إلى البند السابع من جدول أعمالنا: مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربية حول الدورة الثانية بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2012. شكرا سيدي. الموضوع مطروح أمامكم حول جدول أعمال التنسيق، سواء اجتماعات المسبقة أو الاجتماعات اللاحقة أو جدول أعمال والوثائق الخاصة بمؤتمر العمل الدولي رقم 102. بالأمس تم الاتفاق مع معالي وزير العمل في دولة فلسطين، وأيضا انسجاما مع ما تم استعراضه في مكتب العمل العربي، تم الاتفاق أنه يوم الثلاثاء الموافق 4/6 سيتم اجتماع بالقاعة رقم 11 الساعة 11 مع السفراء العرب المعتمدون في مقر في الأمم المتحدة المقر الأوروبي، والسادسة سيكون هناك اجتماع للمجموعة العربية كما هو المعتاد قبل يوم من انعقاد مؤتمر العمل العربي الدولي الذي سيبدأ يوم 5، ولجنة الصياغة ستتم يوم الخميس 6 يونيو في مقر البعثة الدائمة للمنظمة في شارع لوزان. لجنة التنسيق عملنا لجنة تنسيق واحدة يوم 12 يونيو. الملتقى الدولي ستبدأ الكلمات يوم 12، هتبدأ يوم الأربعاء 12 يونيو بداية المتحدثين، وبالتالي تواجد الوزراء ورؤساء الوفود بشكل مكثف.
لذلك الملتقى الدولي التضامن مع عمال وشعب فلسطين سيكون يوم الأربعاء 12 يونيو وحفل الاستقبال. تم الاتفاق على إقامة معرض للصور، وتم الاتفاق أيضا على وضع بروشر سنطبعه في مقر المكتب العمل لكي يوزع باللغة الشقيقة. تبرعت $500,000، والحقيقة هذا يبدو أنه تمني سيكون على دولة قطر في الدعم. الواقع دولة الكويت هي تبرعت $500,000 في فبراير لصالح صندوق تشغيل فلسطين، ويصل مجموع ما تبرعت به في حدود 2.5 مليون تقريبا من عام 2009، فلها الشكر الجزيل لدولة وحكومة دولة الكويت. هذا فقط للتنويه، وشكرا سيدي. شكرا سيد رئيس فريق الحكومات. شكرا سيد الرئيس. يوصي الفريق بالموافقة على مشروع جدول أعمال الاجتماع التنسيق الأول للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة الثانية بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2013، وعقد الاجتماع التنسيق الأول للمجموعة العربية اعتبارا من الساعة 6:00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 حزيران 2013، مع تأكيد الفريق على التوصيات الصادرة في الوثيقة. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا سيد رئيس فريق أصحاب الأعمال، تفضلوا. يوصي الفريق بالموافقة على المقترحات الواردة في مذكرة سعادة المدير العام في هذا الخصوص. العمال سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. يأخذ الفريق العلم والطلب من معالي المدير العام لمنظمة الأعمال العربية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإنجاح اجتماعات المجموعة العربية ودعم المرشحين العرب الذين يتم ترشيحهم في المناصب والمواقع المشاركة في المؤتمر. وقد أعرب فريق العمال عن استعداده والمطالبة في نجاح اجتماع التضامن لعمال وشعب فلسطين الذي سيعقد على هامش المؤتمر، وشكرا للدول العربية الشقيقة الذين تبرعوا لصندوق التشغيل الفلسطيني. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. إذا نعتمد مشروع جدول الأعمال مقدم لنا من قبل سيد المدير العام لمنظمة العمل العربية، وننتقل إلى البند 11 تحديد مكان وجدول أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي ل 2014، فليتفضل السيد المدير. شكرا. كما سمعتم الدعوة الكريمة من معالي وزير العمل الأستاذ خالد الأزهري لاستضافة أعمال الدورة القادمة في جمهورية مصر العربية، وهناك جدول أعمال الذي اقترحناه عليكم، مضافا إليه الفقرة الخاصة بفتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للدورة القادمة. شكرا سيدي. سيد فريق الحكومات. شكرا سيد الرئيس. اطلع الفريق على الوثيقة الخاصة بتحديد مكان وجدول أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي آذار 2014، ويوصي الفريق بعقد الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي في دولة المقر إذا لم تتقدم أي دولة بطلب الاستضافة، علما بأن معالي السيد خالد الأزهري قد أعلن في كلمته عن دعوة المؤتمر لعقد دورته القادمة على أرض جمهورية مصر العربية. ويؤكد الفريق على موافقته على جدول أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي كما هو موضح بالوثيقة. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد رئيس فريق أصحاب الأعمال. يوصي الفريق بالموافقة على جدول أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي مارس أذار 2014، وبالنسبة لمكان الانعقاد نشير إلى طلب معالي وزير القوى العاملة في مصر باستضافة المؤتمر ليس كدولة مقر
لكن هو استضافة من وزارة القوى العاملة المصرية. شكرا فندم. لم يقدم طلب رسمي لحد الآن بالكلمة فقط. لازم يرسل رسالة للمدير. سيد فريق العمال. شكرا سيد الرئيس. يوصل فريق بأخذ العلم والموافقة على التقرير واتخاذ الإجراءات النظامية لعقد المؤتمر في أحسن الظروف. شكرا. شكرا جزيلا. إذا نعتمد سيد الرئيس. سيد الرئيس. نعم. تسمح لي بالكلام سيد الرئيس؟ من؟ فلسطين. فلسطين. فريق العمال. تفضل. فريق العمال. فريق العمال. تفضلوا. معلش سيد الرئيس، صباح هذا اليوم أيضا فريق العمال أخذ توصية بإصدار بيان أو توصية أو قرار للأوضاع المؤلمة والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، والبيان قد وفق عليه بالإجماع. إذا وافق المؤتمر يعني بنحوله إلى لجنة الصياغة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيه. وأهم نقاط في البيان هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، رفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي، إطلاق سراح كافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي للإرهاب العنصري، إدانة وشجب موقف أي نقابة أو اتحاد عمال فلسطيني أو عربي يقيم أي علاقة مع الهشدروت. يستنكر المؤتمر إقامة المستوطنات والمستوطنين في أراضي الدولة الفلسطينية وخاصة في القدس. يطالب فريق العمال قيام المدير العام بإرسال هذه المذكرة لمدير عام منظمة العمل الدولية، ونرجو من المؤتمر الموقر الموافقة على المذكرة وإحالتها إلى لجنة الصياغة. إذا كان المؤتمر يوافق على ذلك نشكره على هذا الموقف. شكرا جزيلا باسم فريق العمال العرب. شكرا سيدي الرئيس. شكرا. إذا بالنسبة للنقطة المتعلقة بتحديد مكان وجدول أعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي، إلى حد الآن لم يأتينا أي طلب رسمي للاستضافة، وبالتالي مبدئيا عندما لم تتقدم أي دولة بالاستضافة رسميا فمبدئيا تنعقد الدورة بالمقر إلى أن تأتينا وفق التقاليد المتعارف عليها رسالة رسمية للاستضافة من أي دولة كانت. بالنسبة لي فريق العمال فيما يخص البيان، فإن المذكرة حولت إلى لجنة الصياغة، سنرى ما تبديه من رأي بخصوص هذه المذكرة المتعلقة بالبيان الذي أشار إليه سيد فريق العمال. شكرا جزيلا. الكلمة تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم معالي الوزير، أنا بأكد لحضرتك معالي الوزير سيد الرئيس أنه سيد الوزير في كلمته طلب رسميا في كلمته باستضافة مصر للدورة القادمة إن شاء الله، وترك لنا أعضاء الوفد بالإجراءات اللوجستية فيما يتعلق بتقديم الطلب الرسمي. فأنا بعتبر أن كلمة الوزير وما ورد بها من طلب لاستضافة مصر وطلب رسمي منه شخصيا، ولكنه اضطر لظروف حاليا يغادر الآن، والإجراءات اللوجستية سأقوم بها إن شاء الله اليوم. شكرا. إن شاء الله. شكرا جزيلا. ننتقل الآن اسمحوا لي أن
اسمحوا لي أن أجيب كرئيس مؤتمر كما كنا وعدنا بالإجابة على بعض الطعون أو الطعن الذي ورد إلينا والذي أحلناه على اللجنة القانونية. والمتعلق بالشكوى المقدمة من وفود عمال المغرب وتونس بشأن قانونية اختيار الأمين العام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مقررا لفريق العمال، وقد وافتنا اللجنة بما يلي: أولا، تضمنت المادة 9 من نظام العمل بمؤتمر العمل العربي قواعد تشكيل المجموعات والفرق، حيث حددت هذه الضوابط على النحو التالي: ألف، يشترط في الرئيس ونائبه اللذين ينتخبهما الفريق أن يكونوا من المندوبين أو المستشارين الذين يتألف منهم الفريق. ب، يجوز لكل من فريقي أصحاب الأعمال والعمال أن يختار المقرر من غير المندوبين أو المستشارين. ثانيا، بتطبيق ذلك على وقائع الشكوى يتبين أن انتخاب مقرر فريق العمال قد تم وفقا لصريح نص المادة 9 من نظام العمل بمؤتمر العمل العربي، ويقول الرأي القانوني: لا اجتهاد مع النص. إضافة إلى ذلك، فإن ما جرى عليه العمل في كافة مؤتمرات العمل السابقة هو جواز انتخاب مقرر الفريق عن أصحاب الأعمال والعمال سيد الرئيس اسمح لي بس، هذه ليست باسم فريق العمال. لا لا لا، هذا الخبراء القانونيين. هذه ليست باسم فريق العمال إطلاقا. اسمح لي إذا أتمم تلاوة. لا، ممكن أي واحد يكتب أي شيء بده بس مش باسم الفريق. ما يؤخذ بالفريق هو قرار، وما هو يؤخذ خارج الفريق ليس بقرار الفريق. شكرا. نحن وعدنا على أننا نجيبهم، وبالتالي فكان هذا الرأي القانوني من المختصين القانونيين لمنظمة العمل العربية. الثلاث، بحيث في النتيجة، وثانيا يقولون أنه بتطبيق ذلك على وقائع الشكوى يتبين أن انتخاب مقرر فريق العمال
قد تم وفقا لصريح نص المادة 9 من نظام العمل بمؤتمر العمل العربي، ولا اجتهاد مع النص. إضافة إلى ذلك، فإن ما جرى عليه العمل في كافة مؤتمرات العمل السابقة هو جواز انتخاب مقرر الفريق من أصحاب الأعمال والعمال من غير المندوبين والمستشارين، وبالتالي ففريق العمال يكون قد طبق القانون والتنظيم الساري لمؤتمر العمل العربي، وقراره غير متنافي مع التنظيم الساري في المنظمة. شكرا جزيلا. شكرا على التوضيح، وما علينا إلا الانضباط إلى هذا القرار باعتبار أنه تنظيم منظمتنا ديمقراطية، ولكن أرجو من السيد رئيس فريق العمال أن يركز أكثر عند تلاوة بعض التقارير، لأنه ذكر السيد رئيس المؤتمر في أول جلسة أنه لقد تقدم كل من تونس والمغرب والبحرين بطعن، والرد إذن الطعن لم يكن باسم فريق العمال، وشكرا. شكرا جزيلا. إذن ننتقل إلى قائمة المتحدثين. هل من طالب كلمة؟ أكيد كلمة. تفضلوا. شكرا السيد رئيس. طبعا لما قدمنا الشكوى هو حفاظا على دستور وقوانين المنظمة، وكذلك حتى لا يقع في المستقبل شأن من هذا الباب. السيد رئيس، أعتقد أن المهام داخل مؤتمر منظمة العمل العربية توكل للمؤتمرين وليس للمراقبين. طبعا يمكن غدا أن يأتينا مراقب من منظمة أخرى ونسمي تسمية في مؤتمرنا. أعتقد هذه إشكالية سوف نكون مضطرين سيد رئيس لعرضها على مؤتمر منظمة العمل الدولية لكي طبعا الحال تحسن وتنيرنا كمؤتمر منظمة العمل العربية في موضوع أعتقد أنها تجاوز لدستور منظمة العمل العربية. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. انتهت الملاحظات؟ لا، مازال. أنا بغيت سيد الرئيس، الغاية من هذا الجدل الإيجابي هو الحفاظ على الدستور المنظمة. المادة 9 تقول ولا علاقة لها بصياغة القرار الذي تولي علينا. تقول المادة 9 تتخذ القرارات بالأغلبية العادية للمندوبين المشتركين في الدورة إلا في الحالات التي نص فيها على اشتراط أغلبية خاصة. بالتالي ما عندهاش علاقة بصياغة القرار. المادة 9 لا يمكن اعتمادها في بناء وصياغة القرار. هذه أولا. ثانيا، أننا نخشى أن نكرس بعض الممارسات الخارج عن القانون وتصبح قاعدة غدا في جداول أو في صياغة قراراتنا في منظمة العمل العربية، وهذا خطير جدا. شكرا.
هل من ملاحظة أخرى؟ إذن لا ملاحظة. ما جاء من توضيح قانوني واضح وجاء وفقا لنظام العمل بمؤتمر العمل العربي، والمادة التاسعة تنص على ما يلي: ينتخب كل فريق في اجتماعه الأول رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، ويكون الرئيس ونائبه من المندوبين أو المستشارين الذين يتألف منهم الفريق، ويكون الرئيس ونائبه من المندوبين أو المستشارين الذين يتألف منهم الفريق، ويجوز لكل من فريقي أصحاب الأعمال والعمال واستثنية الحكومات، لا يجوز لها فريقي أصحاب الأعمال والعمال أن يختار المقرر من غير المندوبين والمستشارين، ويعقد كل فريق اجتماعات رسمية لإنجاز الأعمال التالية إلى آخره. لماذا؟ لأن اتخاذ القرار هو أصلا من المندوبين، والمقرر هو يتلو فقط، فالحكمة واضحة من هذا النص التي أجازت أن يكون المقرر من غير المستشارين والمندوبين، أي لا تأثير له في القرار. والمادة هذه من نظام العمل بمؤتمر العمل العربي واضحة كل الوضوح، والتي استند عليها في التفسير الذي جاء به قانوني منظمة العمل العربية. شكرا إلى كلمة المتحدثين، ونبدأ بالسيد المهندس علي صبيح علي نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي، فليتفضل. الدستور هو اللي يستند على الدستور تتخذ القرارات من الدستور، صح؟ ساكلير عارفوا الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر المحترم، للمؤتمر. السيدات والسادة، كما تعلمون لالتزام تعلق بمراسم جنازة المرحوم رئيس الأسبق سي علي كافي، وبالتالي أنا مضطر
لمغادرة القاعة، وبالتالي أرجو من السيد خليفة خميس مطر نائب رئيس المؤتمر الالتحاق بالمنصة، وأعتقد أن السيد الوزير غائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر المحترم، السيد مدير عام منظمة العمل العربية المحترم، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المحترمون، السيدات والسادة الحضور المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بالإيصال عن نفسي وبالنيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي الممثل لأصحاب العمل وجميع منتسبيه، أن أتقدم إليكم بأجمل التحيات وأصدق عبارات الود والتقدير في لقائنا المتجدد هذا الذي يجمعنا سنويا لنتبادل فيه الخبرات ونطلع على المستجدات والتحديات للنهوض بمستويات العمل والإنتاج وصولا إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة. كما أغتنم هذه الفرصة لأهنئ رئيس المؤتمر ونائبه على توليهم رئاسة هذه الدورة، متمنيا لهم ولهذا المؤتمر التوفيق والنجاح. سيد الرئيس، بداية أعبر عن شكرنا وتقديرنا لتقرير المدير العام عن موضوع التنمية المتوازنة وتطلعات الشباب لتأمين فرص العمل اللائق. هذا الموضوع مهم وجاء في وقته ليسلط الضوء على أهمية تحقيق التوازن في التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته على أطراف الإنتاج الثلاث. نحن كأصحاب عمل لن ندعم كل ما جاء بالتقرير من أفكار واستنتاجات مفيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونؤكد على أهمية إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص لتحقيق الأهداف في العراق، ثم إقرار سياسات التشغيل الوطنية من قبل مجلس الوزراء ورفع الحد الأدنى للأجر ونظام الحماية الاجتماعية الذي يغطي شريحة واسعة من الفقراء والعاطلين، ساهم إلى حد كبير في التخفيف من الفقر والحيلولة دون زيادته. هناك أيضا مبالغ تم تخصيصها ضمن الموازنة العامة للدولة سوف تعطى كقروض ميسرة للشباب. نحن نعتقد بأن النهوض بالقطاع الخاص في عالمنا العربي وزيادة مساحة نشاطه عامل مهم لتحقيق الازدهار في مجتمعاتنا. سيد الرئيس، لابد لي هنا أن أعرج قليلا على انتخابات اتحاد الصناعات العراقي التي حصلت في أواخر عام 2012 وبإشراف قضائي وبأجواء إيجابية تمخض عنها مجلس إدارة منتخب بعد سنين طويلة من الانتظار. وهنا لابد من أن أشير إلى الجهود الكبيرة التي بذلها معالي السيد الوزير الدكتور نصار ربيعي كون رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على انتخابات الاتحادات والمنظمات في العراق، حيث تعطلت هذه الانتخابات لمدة 10 سنوات، وعند تولي السيد الوزير مهامه أجريت الانتخابات في نفس العام الذي تولى فيها مهامه الوزارية، وكذلك تمت انتخابات نقابات العمال في نفس العام، وكان له الجهد الفاعل في إطلاق عمال الاتحادين التي كانت مجمدة ل10 سنوات. اليوم الاتحاد يتمتع بكامل الاستقلالية وعاد بقوة ليمارس دوره الوطني في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي إلى الأمام وتقديم الخدمات إلى أعضائه، كما سنساهم بفعالية في أنشطة منظمة العمل العربية والدولية. السيدات والسادة، إن العراق عضو مؤسس في منظمة العمل العربية وموفيا لالتزاماته المالية تجاه المنظمة، آملين منها إعطاء مساحة أكبر في أنشطتها وبرامجها إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في العراق، وخاصة أصحاب العمل الذين هم بأمس الحاجة إلى بناء قدراتهم بعد الظروف الصعبة التي مر بها الاتحاد ونجاح الانتخابات
وهناك وعود من السيد المدير العام للمنظمة بالدعم، نأمل الوفاء بها. في الختام لا يفتني إلى أن أتقدم بالشكر والاحترام إلى حكومة وشعب الجزائر الشقيق على حسن الضيافة والاستقبال. نتمنى لهذا الشعب العزيز على قلوب كل العراقيين الاستقرار والأمن والأمان والتقدم والازدهار. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أشكر السيد المهندس علي الصبيح علي نائب رئيس اتحاد صناعات العراقي على هذه الكلمة القيمة، وأدعو السيد محمد إقنيبي مستشار الشؤون العربية اتحاد النقابات العالمي لإلقاء كلمته، مشكورا. الإخوة الأعزاء، رئيس وأعضاء رئاسة المؤتمر، الإخوة ممثلي الوفود المشاركة، الإخوة الحضور الكرام، بالنيابة عن اتحاد النقابات العالمي اسمحوا لي أن أنقل إلى مؤتمركم وإليكم جميعا تحيات نضالية حارة من الأمانة العامة والأمين العام جورج مافريكوس، وأن نعبر لكم عن سعادتنا وشكرنا لكم بإتاحة لنا الفرصة للمشاركة في أعمال مؤتمر منظمتكم الموقرة منظمة العمل العربي الدورة 40. إنه لشرف وفخر عظيم لوفد اتحاد النقابات العالم المتواضع برفقة زميلتي ألكسندرا ليبيري بأن نكون اليوم هنا بينكم على أرض الجزائر، أرض التضحيات والشهداء، قلعة التحرر والثوار، ومنبر مناصرة القضايا العادلة والدفاع عن حقوق الشعوب. إخوتي الأعزاء، نلتقي في ظل تحديات الأزمة الرأسمالية العالمية التي تلقي بظلالها على شعوب المنطقة، والتي أدت لحالة من الركود الاقتصادي العميق في عدد كبير من الدول، نتج عنها تفشي الفقر، خفض الأجور، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، حتى أصبح العمال لا يستطيعون شراء المنتجات التي ينتجونها بأنفسهم، وتفاقمت البطالة، وفرضت الضرائب، وتم خصخصة المؤسسات العامة، كما وازدادت حدة المنافسة الإمبريالية بقوة وقسوة بهدف الهيمنة والسيطرة على موارد وثروات الشعوب، وخاصة في المنطقة العربية، حيث بذلت الإمبريالية والصهيونية كل جهودها ومهاراتها لبناء تحالفاتها وتنفيذ مخططاتها ومؤامراتها في زرع بذور الفتنة والفرقة والكراهية واصطناع الحروب لإعاقة وحدة الشعب العربي ومنع تقدمه واستنهاضه وتقسيم أرضه وقتل أبنائه وإحكام السيطرة المطلقة على موارده وثرواته والاستيلاء عليها واستغلالها. ولم تستثني المخططات الإمبريالية الصهيونية أيضا الحركة العمالية العربية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الذي يتعرض لهجمة وحشية شرسة وضغوطات ومحاولات خلق بديل لهذه القوة الكفاحية التحررية القومية والوطنية ذات التاريخ النضالي الطويل في الدفاع عن القضايا العربية ومواجهة أعدائها بهدف إضعافه وإجهاضه، وبالتالي تفتيت وتقسيم الحركة النقابية العربية والسيطرة والهيمنة عليها وتوجيهها لخدمة مصالحهم. نتمنى عليكم أيها الإخوة الأوفياء الوحدة واليقظة والحذر والنهوض الجاد ومحاربة الفتنة وصد المخططات والمؤامرات والعدوان من أي طرف كان، وستجدون بما لا يدع مجالا للشك بجانبكم وبجانب شعوبكم وقضاياكم وحركتكم النقابية الوطنية. إخوتي الأعزاء،
إن العزيمة النضالية لاتحاد النقابات العالمي بمواقفه ومبادراته تكسبه كل يوم احترام الطبقة العاملة وانضمام عشرات الأعضاء الجدد من نقابات نشيطة واتحادات رئيسية ذات ثقل، مما زاد من قوته وهيبته على الساحة الدولية ومنحته القدرة على ترسيخ حركة نقابية عمالية قوية تلبي الاحتياجات المعاصرة وتناضل من أجل حقوق العمال والإنسانية بنظام اجتماعي عادل. ننظم في اتحاد النقابات العالمي سنويا عشرات الندوات والدورات لتدريب النقابيين والنقابات ودعمهم للمشاركة في أنشطة المنتديات الدولية، بالإضافة لتنظيم مؤتمرات هامة في البرلمان الأوروبي ولقاء وندوات عديدة مع اتحاد عمال عموم الصين. وننظم في بروكسل من 13 إلى 14 من أيار ندوة نقابية دولية لمناقشة مشاكل المهاجرين، وذلك لتنسيق النضال المشترك بين العمال المحليين والمهاجرين من أجل المساواة في الحقوق وإيجاد حلول لمشاكلهم. وفي يونيو حزيران خلال مؤتمر العمل الدولي السنوي في جنيف ننظم سلسلة من النشاطات المهمة عن الشركات متعددة الجنسيات ودور صندوق النقد الدولي، بالإضافة للنشاطات الأخرى التي نجريها كل عام. وبدأنا المشاورات والاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي للمرأة العاملة، وفي عيد العمال في الأول من أيار 2013 ندعو جميع النقابات في العالم إلى جانب شعاراتهم برفع الشعار الرئيسي لاتحادنا إلى الأمام نحو شيكاغو في القرن 21 من أجل حقوق العمل والأجور والحياة الكريمة. وفي يوم الحراك الدولي 3 أكتوبر من هذا العام ندعو الطبقة العاملة للكفاح والمطالبة بحقوقها في الغذاء والماء والتعليم والعلاج والسكن للجميع. إننا فخورين لمسار اتحاد النقابات العالمي منذ تأسيسه في 3 أكتوبر عام 1945، والذي كان تطوراً ناضجاً للحركة النقابية العالمية للتعاون والنضال المشترك لتحسين الظروف المعيشية للعمال ومناهضة الاستغلال والوقوف والتضامن مع الشعوب التي تكافح من أجل الحرية وحماية سيادتها والتخلص من الهيمنة الأجنبية والحفاظ على استقلالها وثرواتها الطبيعية. وخلال هذه السنوات كانت مواقفنا واضحة بجانب الشعوب والقضايا العربية، وبادرنا بالكثير من النشاطات والوقفات التضامنية المميزة والمختلفة بجانب القضية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم، وحققنا العديد من اللقاءات والزيارات التضامنية الأممية في فلسطين المحتلة، وإحداهما عندما نظم وفد نقابي عالمي يضم 20 قائدا نقابيا وعلى رأس الأمين العام جورج مافريكوس زيارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وللمشاركة أيضا في أعمال المؤتمر 9 للاتحاد العام لعمال فلسطين. وتمكن الوفد برفقة الأمين العام الأخ حيدر إبراهيم الالتقاء بالقيادة الفلسطينية وممثلي النقابات والمنظمات الجماهيرية ولجان الدفاع عن الأسرى وأسر الشهداء ومناهضة الجدار. وبصعوبة إخوتي استطاع الوفد عبور الحواجز ونقاط التفتيش التي تحد وتسيطر على حرية وحركة تنقل وتواصل المواطنين، ومن ثم التجول حول جدار الفصل العنصري والمستوطنات والأراضي المصادرة ومدينة القدس التي تتعرض لمحاولات التهويد المباشرة، كما والمشاركة في المسيرة الأسبوعية في قرية النبي صالح، وهي إخوتي إحدى القرى التي تم اغتصاب أراضيها والاستيطان عليها واستشهد عدد كبير من أبنائها. بصدق إخوتي الأحباء، هناك فارق كبير بين أن نسمع وأن نشاهد الحدث عبر وسائل الإعلام وبين أن يحيا أي إنسان المعاناة على أرض الواقع ولو للحظات معدودة، ليدرك الوجه الصهيوني القبيح ومدى الجرائم اليومية المستمرة التي ترتكب بحق شعب وأرض فلسطين. وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم 17 من أبريل، حيث يعاني أكثر من 4800 أسير في سجون الاحتلال الصهيوني،
من الحرمان لأبسط الحقوق الإنسانية والإهمال الصحي والتعذيب الجسدي الممنهج، مما أدى إلى فقدان حياة الكثير منهم، وكان آخرهم الشهيد الشاب عرفات جرادات والشهيد اللواء ميسرة أبو حمدية. يعلن اتحاد النقابات العالمي وقوفه وتضامنه مع الحركة الأسيرة التي تخوض معركة الكرامة والحرية في وجه الجلاد المتوحش، ونحمل الكيان الصهيوني والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ونطالب بإطلاق السراح الفوري لجميع الأسرى العرب في سجون الاحتلال. إخوتي الأحباء، نؤكد لكم مرة ثانية أننا بجانبكم وبجانب القضية الفلسطينية، وعلى درب المقولة التاريخية للشعب الجزائري على لسان الزعيم العربي الخالد هواري بمدين: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وستبقى أبوابنا مفتوحة لكم وللحركة النقابية العربية المكافحة لأي نوع من العلاقات والتعاون والنضال المشترك تروه مناسبا في جميع المجالات. وأخيرا، من أعماق قلوبنا نتمنى لكم ولشعوبكم الرقي والازدهار والأمان، ولمؤتمركم النجاح والتوفيق، ولمنظمتكم منظمة العمل العربية وقيادتها الشجاعة الوطنية والحكيمة مزيدا من التقدم في أهدافها المخلصة والنبيلة. وإننا واثقون أيها الإخوة بأن كل جهودكم وقراراتكم ستصب لمصلحة شعوبكم وطبقته العاملة. ونتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية العربية الجزائرية لاحتضانها هذا المؤتمر، وللاتحاد العام للعمال الجزائريين على حسن استقبالهم وضيافتهم، ونشكركم على حسن استماعكم. شكرا. اسمحوا لي أن أقدم هدية رمزية لرئاسة المؤتمر تعبير عن تضامننا ووقوفنا مع الشعب العربي وقضاياه. شكرا للسيد محمد أقبيني مستشار الشؤون العربية اتحاد النقابات العالمي على الكلمة الطيبة والكبيرة الحقيقة والمعبرة عن آمال الاتحاد في الأوضاع الجارية في الوطن العربي وخاصة في بلدنا العزيز فلسطين. الآن نعطي الكلمة للسيد نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمملكة المغربية، فليتفضل مشكورا. وأؤكد على الالتزام بالوقت لأن السادة المتحدثين لست كبيرة والوقت يدركنا. شكرا لكم. تفضل. نيابة عن رئيس الوفد العمالي المغربي المناضل نوبير الأموي، سألقي كلمة الوفد العمالي المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيدات والسادة الحضور الكريم، باسم الوفد العمالي المغربي أحييكم جميعا من أرض المغرب تحية تقدير واحترام. كما نتوجه بالتحية والشكر الخالص لأشقائنا في الجزائر
الأرض الطيبة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، والتحية موصولة للطبقة العاملة الجزائرية التي تجمعها مع الحركة النقابية المغربية روابط التاريخ وتطلعات المستقبل، تطلعات المستقبل في بناء الاتحاد المغاربي الذي يعد اليوم في زمن العولمة ضرورة تاريخية وحاجة تنموية تفردها المصلحة المشتركة لشعبينا وطموحهما في إرساء قواعد وأسس الانطلاقة التاريخية المرجوة لبلداننا في النهضة والتنمية. فحقائق العصر ومتطلباته لم تعد تسمح بالاستمرار في هذا الوضع الذي لا يستجيب لمطلب التاريخ. السيدات السادة، الحاجة اليوم تقتضي الترجمة العملية لكل توصياتي وخلاصاتي وقراراتي مؤتمرات منظمة عمل العربية، سواء تعلق الأمر بخصوص السوق العربية المشتركة أو التكامل الاقتصادي أو الهجرة أو الاستثمار العربي العربي، الترجمة الفعلية والتنفيذ. آن الأوان السيدات والسادة لنؤكد على ضرورة الخروج من مرحلة إنتاج الخطابات إلى مرحلة التنفيذ. وهنا لا بد من أن نؤكد أن الضرورات تحتم على منظمة العربية تطوير أدائها منهجا وموضوعا والارتقاء به إلى مستوى متطلبات الوضع الذي يعيشه العالم العربي. الوضع الذي يعيشه العالم العربي المتحول الذي يتطلب اتخاذ قرارات جريئة لتسهم في إخراج المنطقة العربية من النفق المظلم الذي دخلته، بما يؤمن الاستقرار ويحقق الأمن الاجتماعي والبناء الديمقراطي. البناء الديمقراطي على مبادئ وقيم الحداثة وأسس وقيم الفكر الإنساني الكوني وقيم الأسس القومية العربية النبيلة. السيدات السادة، تنعقد الدورة 40 لمؤتمر منظمة العمل العربية في زمن عربي يشكو من أعطاب بنيوية، بعضها يعود إلى التاريخ وبعضها يعود إلى غياب الديمقراطية، ليدخل العالم العربي لحظة دقيقة وصعبة تكاد تكون أخطر اللحظات في تاريخ الأمة. ولا مجال هنا للوقوف على الأسباب الداخلية والخارجية الذاتية والموضوعية التي أدت إلى هذا الوضع الذي يعد نتيجة طبيعية لتطورات غير طبيعية في السياسات المعاصرة للأنظمة السياسية العربية. ولكن الذي ينبغي التشديد عليه هو أن هناك مخاطر تتهدد وجوديا وحضاريا العالم العربي، وهو ما يطرح على الدول العربية مسؤوليات ومهام مرتبطة بالعمل على توفير شروط الاستقرار والأمن الاجتماعي وضمان الشغل العاطلين والعيش الكريم للمواطنين وإقرار الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعوب ووضع حد لاقتصاد الريع وغيرها من الإجراءات والتدابير المرتبطة بالبناء الديمقراطي الحداثي. إن الحركة النقابية المغربية تدعو اليوم وفي هذا الزمن بالذات إلى المراجعة الشاملة والعميقة لكل المقاربات التي تم اعتمادها في تدبير الشأن العام في وطننا العربي، من أجل بناء تصورات جديدة بعقل سياسي متجدد
يمتلك القدرة على الاستيعاب الجيد والعميق لطبيعة التحولات التاريخية الكونية ومخططات الصهيونية والنظام الرأسمالي المتوحش الذي لا يعرف إلا لغة العنف أو الاحتواء والإخلاء. إن تجديد الوعي التاريخي يعد اليوم مطلبا حاسما لمواجهة الغد المجهول دفاعا عن الحضارة العربية الإسلامية ودفاعا عن وجودنا التاريخي. وفي نفس السياق والإطار نتوجه بدعوتنا إلى الحركة النقابية العربية لفتح حوار مسؤول بين كل التنظيمات العمالية بغاية القراءة النقدية الموضوعية لمسار حركتنا، قراءة تستحضر حركية التاريخ وصيروراته لصياغة توجهات جديدة للتعاطي مع قضايا العمال في قلب قضايا المجتمع. إن الجميع اليوم أرباب عمل وحكومات ونقابات مطالبة بالاستفادة من دروس التاريخ بما يؤسس للمستقبل ويعطي الأمل للجميع. السيدات والسادة، في قلب هذا الوضع العربي المتحول تأتي القضية الفلسطينية التي دخلت مرحلة جديدة يراد محوها من الذاكرة لتوضع في خانة النسيان وتهميشها من جدول أعمالنا. إننا إذ ندين بقوة سياسات الكيان الصهيوني العنصري اتجاه القضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع الحضاري العربي التاريخي، فإننا نؤكد تضامننا اللامشروط مع صمود ونضالات الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف، وندعو كافة الدول العربية وتنظيمات المجتمع إلى الدعم المادي والسياسي لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. السيدات والسادة، على المستوى الوطني لقد تمت الترجمة الفعلية والعملية للمفاوضات الجماعية الثلاثية التركيبة. الحكومة، أرباب العمل والنقابات منذ سنة 1996 توجت بتصريح مشترك من نفس السنة، وهو الاتفاق الذي شكل لحظة وعي اجتماعي ووطني لتدشين مرحلة جديدة في بلادنا متجهة نحو المستقبل بغاية توفير الشروط لتقوية الذات الوطنية في كليتها لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا. وبعدها كانت اتفاقات أخرى يؤطرها منطق إيجاد السبل لتجاوز الوضع الاجتماعي الذي يشكو من اختلالات هيكلية كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الدول بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي يحكمها نظام رأسمالي متوحش. واليوم فإن مطلب الحركة النقابية المغربية هو تفعيل الحوار الاجتماعي ومؤسسته وتطويره وتقويته وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات وترسيخ ثقافة الحوار باعتبار الحوار يشكل منهج الأسلم والطريق الأنجع بهدف التداول المستمر لمعالجة كل القضايا التي تهم عالم الشغل والحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية. فالحوار الاجتماعي يعد حاجة وطنية وضرورة مجتمعية ينبغي أن يندرج ضمن تصور عام ورؤية واضحة عنوانها الأكبر من أجل التنمية الشاملة، وهو ما يتطلب في هذا السياق إصلاح منظومة التربية والتعليم والبحث العلمي باعتباره يشكل الأداة الحاسمة في تقدم وتطور بلادنا. ونتمنى لمؤتمرنا كامل النجاح، وشكرا لكم. نشكر السيد نبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمملكة العربية بالمملكة المغربية، وندعو السيد الدكتور أحمد خيري إمام عمر عفيفي خبير ومستشار تنمية بشرية رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر فليتفضل.
فنرجو الالتزام بالوقت. الوقت ماشي، يخلي واحد يعد الورق ويدي له ثنتين ثلاثة. دقيقتين كويس؟ على راحته. السلام عليكم. وعليكم السلام. يتقدم عمال مصر بخالص العزاء للشعب الجزائري على فقيده علي كافي، يحمد الله فسيح جناته. وبنتهز الفرصة عشان أقدم الشكر لأبناء الوطن الواحد في جمهورية مصر العربية، الاتحاد العام لعمال مصر، ووزارة القوى العاملة بقياداتهم ورؤسائهم، للتوافق العام مع النقابات المستقلة في آخر فترة ديت. بقالنا 4 شهور في اجتماعات مستديمة، ونجحنا إن احنا نعمل توافق ونتبنى مشاريع قومية مشتركة. كما أشكر أصحاب الأعمال وأرجو منظمة العمل العربية دعم تطوير نظم المعلومات على موقع المنظمة وتدشين لينك جلسات الاستماع الإلكتروني حتى يتم التوافق بين أصحاب الأعمال والعمال بصفة دائمة، ولإعادة الإشراف والمتابعة والتقييم والتقويم لتوصيات المؤتمر. كما أرجو من منظمات أصحاب الأعمال العقد اتفاقيات ثنائية وثلاثية وجماعية حتى نستطيع رفع كفاءة العامل العربي وفقا للمواصفات والمعايير العالمية. وشكرا. باسمكم جميعا أشكر الدكتور خيري إمام عمر عفيفي، خبير ومستشار تنمية بشرية، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وعلى الكلمة والتزامه بالوقت، فله منا كل الشكر. والآن أعطي الكلمة للسيد جعفر خليل إبراهيم عيسى، الأمين العام المساعد للإعلام والنشر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه المنتجبين. سعادة السيد رئيس المؤتمر، سعادة السيد أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية، السادة أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، السادة والسيدات أصحاب المعالي، والسادة والأخوات والأخوة ممثلي أطراف الإنتاج في وطننا العربي الكبير، الحكومات وأصحاب العمل والعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأمين العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ وأعضاء الأمانة العامة، أرفع لكم أطيب التحيات وخالص الود من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقواعده العمالية النقابية. واسمحوا لي في البداية أن أشكر هذا البلد العربي العريق المضياف حكومة وشعبا وأطراف الإنتاج، كما إنني أهنئكم بمناسبة مؤتمرنا عمره الذي بلغ عمره 40، وهو عمر جدير بالالتفات إلى دلالاته، فهو على صعيد الأفراد يمثل الانتقال إلى منطقة الخبرة والحكمة والرشد. جئتكم من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الممثل الشرعي لعمال البحرين الناطق باسمهم والحامل آمالهم وآلامهم والوريث لأجيال من المناضلين الشجعان من مختلف أطياف شعبنا الحبيب من أجل حرية التنظيم النقابي منذ أيام العمل النقابي السري، وصولا إلى أطلاق قانون النقابات رقم 33 لسنة 2002 في إطار المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني الذي ولد مع مجيء جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة إلى قيادة مملكة الاتحاد الذي شاركت قيادته قاعدته في محنة الفصل القائم على التمييز. فكما فصل 4600 عامل وعاملة من واقع 140 ألف عامل بحريني، أي ما يقارب 4%. إضافة إلى بعض قياداته من 15 عضو من الأمانة العامة ومن قيادة النقابات ما يقارب 52، فلم ينعم قيادي هذا الاتحاد بينما تشقى القواعد النقابية العمالية، بل ذقنا معهم ألم الفصل ومرارة الجوع ومحنة البطالة سواء بسواء. لذلك حين يتحدث أحد عن تقدير ما أنجز من ملف المفصولين بعودة نسبة مئوية ما زادت أو قلت إلى أعمالهم، فلا يزايد علينا أحد في الاحتفاء بتقدير كل من أسهم في عودة مفصول. وليس من المنطق القول بأننا نقلل من هذا الإنجاز، وكيف نقلل منه ونحن جزءا أصيل منه وصناعه مع أطراف الإنتاج،
في البحرين وخارجها، بل نحن الأكثر احتفاء بالعائدين، ونحن الذين أوقدنا شموعا ونحن الذين أوقدنا الشموع ووزعنا الأزهار وعطرنا المصانع والمكاتب، احتفاء بالعودة الميمونة لكل مفصول. فمن يقلل من تقدير الإنجاز ومن يضيره الاعتراف بتحقيق ما تقدم في هذا الملف بتوجيه من جلالة الملك وبدعم ثابت وقوي ومشكور ومصدر اعتزاز لا ينكره إلا الجاحدون، حصلنا عليه من منظمة العمل الدولية والعربية ومن الاتحاد الدولي للنقابات. من يضيره تقدير الإنجاز هو غيرنا، وكيف نقلل نحن من نتائج جهد كنا غارقين فيه وعناء كنا نكابده في سبيل عمالنا وطننا العزيز. وكيف أصبح الدفاع عن تطبيق توصيات بسيوني التي قبلها جلالة الملك في عام 23 نوفمبر 2011 وأمر بتطبيقها والدفاع عن قيم ومعايير العمل الدولية والإصرار على استمرار عملية الإرجاع دون توقف والإصرار على أجور المفصولين وحقوقهم ومكانتهم الوظيفية تسييساً؟ فلأن كان هذا هو التسييس فمرحى به ثم مرحى، فلن يخسر العمال غير قيودهم كما يقول بعض فلاسفة الفكر العمالي. السيدات والسادة، جئتكم من الاتحاد الذي حمل شرف جائزة جورج ميني الممنوحة في سبتمبر 2012 تقديرا لدوره في الدفاع عن الحقوق العمالية في إطار حركة ما يعرف بالربيع العربي، وهي مناسبة لنتساءل ترى ما الذي فجر حركة الربيع العربي. اسمحوا لي أن أشحذ ذاكرتكم قليلا فقط بالعودة إلى دورة مؤتمرنا هذا 37 التي عقدت في عاصمة مملكتنا العزيزة المنامة في مارس 2010، وهي الدورة التي سبقت اندلاع حركة الربيع العربي بعام واحد فقط. يومها قدم المدير العام تقريره الذي لازلنا نتذكره عن البطالة، مطالبا في حدث مبكر وتنبؤ ذكي تبناه مؤتمرنا هذا بما سيأتي من عواصف خلفها غياب الحوار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، لتجتاح وطننا من المحيط إلى الخليج. وربما لو أخذ تقرير العقد العربي للتشغيل على محمل الجد وبدأ في سياسة عربية قومية وقطرية لمعالجة حقيقية للبطالة والفقر بناء على قرارات المؤتمر، لما كان لعربة بائع خضار فقير ويائس في سيدي بوزيد في تونس أن تكون قاطرة لحركة الربيع العربي التي انطلقت ولم تهدأ حتى اليوم. لقد جاء تقرير مدير العام لمنظمة العمل الدولية المنظمة العربية الموسوم بالتنمية المتوازنة وتطلعات الشباب لتحقيق فرص العمل اللائق، مشخصا للعديد من الأشكاليات التي تعاني منها أسواق العمل في الوطن العربي والتي كانت نتيجتها زيادة نسب البطالة وبالأخص في أوساط الشباب والنساء، والتي نعتقد نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن كل سياسات التشغيل في الدول العربية تنقصها الرؤية المتكاملة والبعد الاستراتيجي الذي لن يتحقق إلا بوجود حوار اجتماعي حقيقي قام على الاعتراف الكامل بحق قائم على الاعتراف الكامل بحق المنظمات العمالية وأصحاب العمل والأعمال في صياغة السياسات الاقتصادية مع الحكومات بشكل متكافئ عبر مجالس الحوار التي لا زالت غائبة عن العديد من دولنا العربية. الحضور الكريم، لقد كان لغياب ثقافة الحوار الاجتماعي وإيجاد الأرضية الصلبة لبناء هذا الحوار هو أحد مسببات الأزمات التي مرت بها العديد من الدول، فكانت شرارة الانتفاضة الشعبية في تونس، مصادرة حق العامل بوعزيزي في كسب رزقه بعد أن ضاق سوق العمل على توفير فرص عمل لائقة له ولآلاف من الشباب التونسي وكذلك في مصر، في جميع تلك المشاهد التي مرت بها أقطار عربية عزيزة على قلوبنا كان العمال واتحاداتهم النقابية الحية جزءا رئيسيا في هذا التحول الديمقراطي.
ولعبت دورا دافعا في تحقيق الحوار الاجتماعي والأرضية الديمقراطية الميسرة لهذا الحوار ونجاحه. وفي ذات الإطار لعب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومنذ أول أيام الأزمة التي مرت بها البلاد ولا زلنا نعيش إرهاصاتها إلى اليوم، وقف موقفا وطنيا يتسق بالدور النضالي لعمال البحرين الممتد من ثلاثينيات القرن الماضي، وقف مع مطالب الحوار بين السلطة والقوى السياسية في البلاد، ووجه في أكثر من دعوة وبيان موثقين باليوم والتاريخ جميع الأطراف إلى اعتبار الحوار ولا غير الحوار سبيلا لحل الإشكاليات في البلاد. نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سنواصل إصرارنا على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بتنفيذ توصيات بسيوني من خلال إرجاع ما تبقى من المفصولين بكل حقوقهم وإيجاد أرضية حقيقية للحوار الاجتماعي والدفاع عن حق كل المواطنين دون التمييز بينهم بسبب المعتقد الديني أو السياسي أو العرق أو الأصل في الحصول على العمل اللائق الحافظ لكرامة الإنسان، مدعومين بقواعدنا العمالية والنقابية غير آبهين بما يصف كل ذلك بأنه تسييس. فإن كان هذا تسييسا كما يدعون فألم بهذا التسييس الذي نفخر به ولا نتبرأ منه. إن منظمة العمل العربية وهي النسخة العربية من منظمة العمل الدولية والرائدة بتشكيلها الثلاثي يجب أن تلعب أدوارا أكثر إيجابية في إدارة الحوار الاجتماعي والدفع به قدما، وأن يكون هذا الإطار القومي مكانا رئيسيا لإدارة حوار اجتماعي حقيقي نسهم فيه جميعا عمال وأصحاب عمل وحكومات برسم مستقبل أمتنا العربية، لا أن تكون عائقا آخر أمام العمال لطرح قضاياهم وهواجسهم وآرائهم التي كانت ولا تزال مغيبة. وأخيرا لا يفوتني في هذه المناسبة أن أحيي الشعب العربي الفلسطيني وعماله ونقابيه الأبطال في كفاحه العادل وهم يناضلون على جبهتين، جبهة الحقوق الوطنية في الدول المستقلة في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وجبهة الحقوق العمالية وحيث تصادر الحقوق الاقتصادية لهذا الشعب الصابر ويفرض عليه الفقر والبطالة، محيا الحركة النقابية الفلسطينية واتحادها الشجاع ومتمنيا باسم عمال البحرين نجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية ليأخذ شعب فلسطين العزيز إلى مستقبل النصر والعزة والكرامة. أخيرا سيد الرئيس المؤتمر، لدي فقط ملاحظة أردت أن أبديها بشكل سريع. لقد رسخت منظمتكم الموقرة في جميع مؤتمراتها لغة الخطاب الراقي واحترام الآخر مهما اختلفنا في وجهات النظر، إلا نحن في اتحاد عمال البحرين نتحفظ على كلمة التي ألقاها الاتحاد عمال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ونطالب سيادتكم بعدم اعتمادها في وثائق المؤتمر لما احتوت عليه من اتهامات للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لا تستند إلى دليل أو إلى أي معلومة صحيحة فهي مجافية للواقع. شكرا لكم لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحاول فقط الاستعجال، شكرا. باسمكم جميعا نشكر السيد جعفر خليل إبراهيم عيسى الأمين العام المساعد للإعلام والنشر للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ونتمنى لبلدنا البحرين وكل الدول العربية الأمن والأمان. والآن ندعو السيد فايز علي المطيري رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. أهلا سيد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين السيد رئيس المؤتمر معالي السيد أحمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية، السادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة الأخوة الأعزاء، يسعدني أن أنقل إليكم جميعا أطيب تحيات وتمنيات عمال دولة الكويت وعمال منطقتنا الخليجية وحركتهم النقابية. وأن أستقل هذه المناسبة، مناسبة انعقاد هذه الدورة 40 لمؤتمر العمل العربي على أرض الجمهورية الجزائرية الشقيقة
لأعلن أمام مؤتمركم الموقر بأن منظماتنا النقابية والعمالية في دول مجلس التعاون الخليجي قد عقدت العزم على توحيد صفوفها في إطار تنظيمي موحد، وذلك عن طريق تأسيس اتحاد عمال دول مجلس التعاون الخليجي. إن هذه الخطوة ليست وليدة اليوم، وإنما جاءت نتيجة مشاورات واجتماعات ولقاءات وورش عمل كثيرة استمرت لسنوات عديدة، تكونت خلالها القناعة عند الجميع بأن الوقت قد حان للإقدام على تحقيق هذا الهدف، حيث جميع الجهود تتجه نحو التكاتف على مختلف المستويات، وكلنا يعلم أن في الاتحاد قوة لمواجهة التحديات الكبيرة. فدول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تحقيق الوحدة والتكامل فيما بينها، وقد قطعت شوطاً واسعاً في هذا الطريق من أجل إقامة المجتمع الموحد في هذه المنطقة من العالم على أساس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال السياسي والاقتصادي والمساواة في الحقوق والواجبات. وقد عمل فرقاء الإنتاج كذلك على تشكيل اتحادات تجمعهم وتوحد كلمتهم حول القضايا المشتركة الكثيرة فيما بينهم. فأنشأ الفريق الحكومي مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1978، كما قام فريق أصحاب العمل في هذه المنطقة بتشكيل اتحاد قرف التجارة والصناعة، والذي يعتبر إطاراً تنسيقياً شاملاً يوحد مواقفهم وجهودهم حول القضايا المشتركة فيما بينهم. ويأتي الآن تأسيس اتحاد عمال دول مجلس التعاون الخليجي ليشكل الركيزة الثالثة من ركائز علاقات الإنتاج على مستوى الشبه الأقليمي في منطقة الخليجية. إننا نعتبر أن إنشاء هذا الاتحاد سوف يدفع إلى الأمام بعملية الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بين الفرقاء الإنتاج الاجتماعيين الثلاثة، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنجاح في دول مجلس التعاون الخليجي، ويوطد السلم الأهلي والاستقرار في علاقات الإنتاج، ويطور كثير احترام الحقوق والحريات النقابية والديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان والحريات العامة والمبادئ الأساسية التي كرستها المواثيق والاتفاقيات ومعايير العمل العربية والدولية. كما سيكون لتأسيس اتحادنا العمالي الخليجي أثراً كبيراً على نصرة قضايانا الوطنية والمصيرية لبلداننا وشعوبنا ومواجهة التحديات المشتركة فيما بينها. إننا نتعهد أمام الدورة الأربعين لمؤتمركم العمل العربي المنعقد هنا بأن يكون اتحادنا المزمع إنشاؤه لعمال دول مجلس التعاون الخليجي منظمة مستقلة ذات أهداف وطنية وإقليمية، ونلتزم بأسس ومبادئ العمل النقابي الديمقراطي العربي والعالمي، وتشكل رافداً قوياً للحركة النقابية العربية والعمالية بكافة تنظيماتها، ولا تكون بأي شكل من الأشكال بديلاً عن أي منها، وإنما امتداداً مكملاً لها في منطقتنا. كما نتعهد أمامكم بأن يكون هذا الاتحاد ملتزماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من بلدان أو شعوب هذه المنطقة أو الفئات المكونة لمجتمعاتها أو التكتلات التنظيمية الأخرى للفرقاء الاجتماعيين فيها، كما يكون ملتزماً بمبدأ التضامن والتكاتف والتلاحم المتبادل بين عمال وشعوب هذه البلدان من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها وتلبية مطالبها وصيانة سيادتها واستقلالها. وعليه الأخوة، وعليه يكون المقر الرئيسي لاتحاد عمال دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت الحبيبة، ويترأسه رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري،
وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل عقد المؤتمر التأسيسي وأقرار الدستور وانتخاب هياكله الدستورية، وبدعوة كريمة من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعقد مؤتمر التأسيسي في المملكة البحرين، كما نتمنى لمؤتمرنا هذا النجاح، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا نشكر السيد فايز علي المطيري رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت على هذه الكلمة. والآن أطلب من السيد غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان للتفضل للمنصة لإلقاء كلمته. دكتور انت حبيبي خذ وقتك. حبه هذا جميل طيب انا حبه. السيد علي خميس مطر نائب رئيس المؤتمر، معالي وزير العمل والضمان الاجتماعي في الجزائر السيد الطيب لوح رئيس المؤتمر، معالي مدير عام منظمة العمل العربية الدكتور محمد أحمد لقمان، أصحاب المعالي الوزراء، الإخوة رؤساء الوفود المشاركة، الإخوة والأخوات الضيوف المراقبين، أيها الحفل الكريم، يسعدني أن أتوجه باسم الاتحاد العمالي العام في لبنان بالامتنان من فخامة رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرعايته السامية لمؤتمر العمل العربي في دورته 40، ومن الشعب الجزائري الشقيق وعماله الأشاوس واتحاد نقاباتهم المناضل بالتحية والشكر للحفاوة وكرم الضيافة المعبرة عن أصالة هذا الشعب الأبي. كما أتوجه بالتعزية الحارة لشعب الجزائر بغياب المجاهد النقابي علي الكافي الذي حارب الاستعمار وحقق الاستقلال بتضحيات المليون شهيد. كما يسرني أن أتوجه بالتقدير والثناء من معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور أحمد محمد لقمان على الجهود المبذولة للإعداد لهذه الدورة والتقارير الهامة المرفوعة إلى هذا المؤتمر، والتي تحظى باهتمام أطراف الإنتاج في كافة أقطار الوطن العربي في زمن التحولات الكبيرة والمنعطفات الخطيرة. السيدات والسادة، لعل البند الأول البالغ الأهمية الذي احتواه تقرير المدير العام حول التنمية المتوازنة وتطلعات الشباب لتأمين فرص العمل اللائق يضع الإصبع على جرح الأزمات التي تلهب ساحات وميادين عواصم بلداننا العربية، حيث يشتد حراك شبابها على صفيح حار يزلزل الأنظمة السياسية في سابقة غير معهودة منذ مطلع العقد الثاني من هذا القرن، حراك مصحوب بصرير عواصف صناع القرار متعهدو الحروب والدمار ومندوبو تجار الجثث والدماء في دوامة رياح تغيير تحمل الخوف على المستقبل من المستقبل. السيدات والسادة، لقد كان موضوع التنمية المتوازنة وقبل ذلك واقع الحماية الاجتماعية ومجالات تطويرها لتوفير العمل اللائق والقدر الكافي من العدالة الاجتماعية هدف يتطلع إليه الإنسان العربي ويسعى من أجل بلوغه سلوك دروب الحرية والديمقراطية وتحقيق المساواة
وبصرف النظر عن الوصف الذي يمكن أن يطلق على الحراك الشعبي والمسارات التي يتخذها، فإن الدافع الأساسي لهذا الحراك هو المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق والأجر العادل. لقد كانت المطالبة بالعمل اللائق والأجر العادل خصوصا عند الشباب خريجي الجامعات والمعاهد والباحثين عن فرص العمل في مقدم التحركات الداعية إلى التغيير بسبب انسداد الأفق عليها وعجز الأنظمة عن إيجاد الحلول لها. فقد انتهجت معظم الدول العربية على مدى العقود الثلاث المنصرمة أنماطا اقتصادية مدمرة أدت إلى تقويض الاقتصاد الحقيقي المولد لفرص العمل، وأحلت الاقتصاد الريعي القائم على المضاربات المالية والعقارية محله. فانعدمت فرص العمل وعمت البطالة بعد أن تهاوت البورصات المالية في دول المركز الرأسمالية بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أفلس العديد من البنوك وتراجعت استثمارات الريوع، ما أحدث زلزالا ماليا طالت تردداته دول غرب أوروبا وأسواق واقتصاديات الدول الناشئة في شرق آسيا وشمال إفريقيا. فألحقت الضرر المباشر بالعمال الذين خسروا وظائفهم بسبب الأزمة، فضاقت فرص العمل وارتفعت معدلات البطالة حتى بلغت في الدول العربية ما يزيد على 20 مليون متعطل عن العمل، نصفهم من الشباب الباحثين عن أول فرصة عمل. كذلك طالت الأزمة مستويات الأجور التي ضمرت، فباتت لا تكفي لسد الحاجيات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وازدياد معدلات التضخم. وتجدر الإشارة هنا إلى تقريرين دوليين شاملين صدرا هذا العام، هما التقرير السنوي للبنك الدولي للتنمية حول التشغيل والبطالة، وتقرير الأجور الصادر عن منظمة العمل الدولية، حيث يشير تقرير البنك الدولي إلى خطورة البطالة وتأثيرها ليس فقط على النمو وإنما على الاستقرارين الاجتماعي والسياسي، مما يستوجب إصدار تشريعات تحمي العامل من الظلم وسوء المعاملة والصرف التعسفي، فضلا عن تعزيز التأمينات الاجتماعية التي تؤمن للأجراء المظلة الصحية والشيخوخة اللائقة، وإنشاء صندوق للبطالة، وهو الأمر الذي ما زالت العديد من الدول العربية قاصرة إزاءه. أما تقرير منظمة العمل الدولية حول الأجور فيطالب من كل دولة وضع سياسة عامة للأجور تحدد الإطار المناسب لتطويرها، بحيث يعطى العامل حقه انطلاقا من مبادئ شرعة حقوق الإنسان ووفقا لمعايير منظمتي العمل العربية والدولية، كي تضع حدا عادلا للأجور بما يمكن العامل من العيش بكرامة، وذلك بناء على دراسات علمية حول تكلفة المعيشة من خلال اعتماد مؤشر واقعي للأسعار يرتكز على سلة استهلاكية حقيقية تلبي حاجات العامل، وهو الأمر الذي لم تفعله حكوماتنا العربية حتى اليوم، ما أدى إلى تدني حصة الأجور من الناتج الوطني ما بين سنوات 2000 و2011 بنسبة 6%، وهو الأمر المخالف لكل المعايير الاقتصادية والاجتماعية لا بل الإنسانية. السيدات والسادة، إن ما يطرحه تقرير معالي المدير العام
لجهة إعادة النظر بالمفاهيم السائدة حول التنمية الشاملة والمتوازنة وواقع تطلعات الشباب ووضع الحماية الاجتماعية وفرص العمل والتشغيل، يتطلب الدعوة إلى حوار اجتماعي جاد يشترك فيه أطراف الإنتاج الثلاث من أجل تطوير تشريعات العمل وبيئته وتحفيز الاستثمارات وتفعيل الدور الاقتصادي والتأميني لنظم الضمان الاجتماعي، خاصة بعد تزايد حدة وآثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتوالي التحركات الشعبية المطالبة بالتعجيل في اتخاذ التدابير الآيلة إلى توفير فرص العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية للحد من الآثار السلبية للفقر والبطالة على مستويات الأمن والسلم الاجتماعي، ما يستوجب حتمية تنمية الموارد البشرية واتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز نظم الضمان الاجتماعي وامتدادها أفقيا لتشمل جميع قطاعات القوى العاملة لا سيما القطاع الاقتصادي غير المنظم، فضلا عن العمال الزراعيين وصيادي الأسماك وغيرهم، وكذلك توسعها عموديا لتشمل جميع المزايا والتأمينات وعلى الأخص تأمين البطالة، وكذلك تكامل الجهود والقدرات المالية العربية لتعظيم الاستفادة عربيا من الثروات البشرية والثروات الطبيعية المتوفرة على امتداد الوطن العربي من خلال تحفيز تنقل اليد العاملة العربية والتجارة البينية وتشجيع انتقال رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المتوازنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع وجوب إيلاء التنمية للمناطق الريفية الأولوية الأولى. السيدات والسادة، لأن الزلازل لا تحدث إلا على الأرض المتصدعة، يتعين علينا السعي الحثيث والصادق مع كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي باعتبارهما أساساً ومطلباً جوهرياً للتنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً. أيها المؤتمرون، إن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربي والاقتراحات التي يضعها معالي المدير العام أمام هذا المحفل الرفيع يمكن الأخذ بها والبناء عليها سعياً نحو تنمية الموارد البشرية لتعظيم قدراتها وتوفير مقومات التنمية المستدامة من أجل توفير فرص العمل اللائق لأبنائنا وللأجيال المقبلة. أتمنى لمؤتمرنا السؤدد والنجاح، ولأمتنا تخطي المحن والتقدم والازدهار والسلام. شكرا. أشكر السيد غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان على كلمته، والآن اسمحوا لي أن أعطي الكلمة لمعالي المدير العام فليتفضل. مشكور. شكرا سيد الرئيس. الواقع بعد إقرار الفريق أصحاب الأعمال لمنظوء انتخاب المدير العام المساعد بحثت لتهنئته، لكن مع الأسف لم نجده موجود، ولذلك أنا أولا أبارك له هذه الثقة، وأبارك أيضا للجهد لمدير الحملة الضاربة التي الشيخ عثمان الذي فعلا عمل بجهد وأقنع الجميع، وأبارك للأخ حيدر شخصية طيبة وشخصية تمثل إضافة، وتهنئة من الأعماق له وأدعوه
إلقاء بعد الاستئذان الأخ الرئيس لإلقاء كلمة قصيرة لتقديم الشكر للجميع. شكرا. تفضل سيد حيدر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد خليفة مطر نائب رئيس المؤتمر ورئيس الجلسة، السيد الدكتور أحمد لغمان مدير منظمة العمل العربي، السادة وزراء العمل العربي رؤساء الوفود، السادة أعضاء الوفود، أطراف الإنتاج الثلاث، الحكومات وأصحاب العمل والعمال، السلام عليكم ورحمة الله. بداية أعزيكم وأعزي نفسي في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق، له الرحمة وله الغفران بإذن الله. الإخوة الأفاضل، أنتم أعلم مني بأن هذا المنصب الذي توليته صبيحة هذا اليوم إنما هو تكليفا من سيادتكم يتطلب منا جميعا التعاضد والتعاون بيننا كافة الحكومات وأصحاب العمل والعمال وكافة العاملين في هذا المجال. وإنني إذ أتولى هذا المنصب بتكليف وسند من سيادتكم فإنني أتعهد بأن أبذل فيه كافة الجهود اللازمة لدعم مسيرة المنظمة وتحقيق أهدافها المرجوة، وأتعهد بالتعاون التام بتمتين علاقاتها علاقات أطرافها جميعا. وإنه ليسوءني أن آتي في وقت يترجل فيه الفارس، يترجل فيه مدير المنظمة، أو ينوي أن يترجل بعد رجاءاتكم أن يبقى مدة أخرى، وأنا كذلك أكرر هذا الرجاء وأناشده أن نستفيد من تجاربه وأن نستفيد من علاقاته في فترتي التي أنوي أن أتولى فيها هذا المنصب. فهذا الرجل هو ذخيرة لهذه المنظمة وهو عضد لهذه المنظمة، أتمنى أن نجد معه الفرصة الكافية حتى استفيد من هذه التجارب وهذه الذخيرة الرائدة. وأتمنى كذلك أن يجد مني كل الإخوة في أطراف الإنتاج الثلاث كل التعاون وكل التعاضد، وإنني خادما لهم في هذا المنصب. وكذلك أتعهد بأن أتعاون مع السادة الإخوة في مجلس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية للمنظمة ولكل الإخوة، سائلا الله أن يوفقني في تعضيد هذه المنظمة وتقوية مسيرتها بإذن الله. ولكم مني الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. موفق إن شاء الله. فقط للتذكير بأنه بداية ممارسة المهام عندما يؤدي اليمين الدستورية أمام المدير العام وفقا لنظام مجلس الاقتصادي والاجتماعي. شكرا. شكرا للسيد حيدر، وألف ألف مبروك، ونتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. الآن نعطي الكلمة للسيد إبراهيم أحمد أبو بريدعة
وكيل مساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتأهيل في ليبيا، فليتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيد الرئيس، السادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربي، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني باسمي وباسم الوفد الليبي المرافق أن أعبر عن أسمى آيات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لرعايته السامية لأعمال مؤتمرنا في دورته 40. كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر العميق لحكومة وشعب الجزائر الشقيقة لما لمسناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، أود أن أشيد في مستهل كلمتي بتقرير معالي السيد أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربي، والذي جاء بعنوان التنمية المتوازية وتطلعات الشباب لتأمين فرص العمل اللائق، وقد احتوى على 5 محاور رئيسية خلص في نهايتها إلى جملة من التوصيات تهدف إلى تفعيل الجهود التي تقوم بها الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ومختلف القوى الفاعلة في المجتمعات العربية، إيمانا منه بأهمية التنمية المتوازية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وتأكيده بضرورة دعم برامج التشغيل على مدى 5 دورات سابقة في سلسلة تقارير تنم عن وعي حقيقي بقضايا الشباب في الوطن العربي، والعمل من أجل تهيئة كافة الظروف لتوفير فرص العمل اللائق ومحاربة الفقر والحد من البطالة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لا يخفى عليكم أن ليبيا وبعد أن خرجت من حرب التحرير والتي انتهت بانتصار الثورة وسقوط النظام قد واجهت عدة تحديات، لعل من أهمها فقد العديد من العاملين لأعمالهم نتيجة انسحاب الشركات المستثمرة في ليبيا، تراكم أعداد جديدة من خريجي وفقد التعليم الباحثين على عمل، عودة المحاربين من جبهات القتال للمطالبة بتوفير فرص عمل فورية، تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بطرق غير شرعية تزامنت مع تحرير ليبيا. ولمعالجة هذه الإشكاليات وغيرها، فإن وزارة العمل والتأهيل قد اتخذت بعض الإجراءات والتدابير، منها تكفلت الحكومة الليبية بدفع جميع مرتبات العاملين الوطنيين بالشركات المنسحبة. قامت وزارة العمل والتأهيل بحصر وإعداد قوائم بالباحثين على عمل، وشرعت في إفادة العديد منهم في برامج طموحة لتلقي دورات تدريبية بالخارج وإعادة التأهيل في مجالي اللغة الإنجليزية وتقنية الحاسوب، بالإضافة إلى برامج التعليم المهني، وذلك بعد إخضاعهم لدورات تدريبية داخلية لبناء قدرات وكفاءات فنية متخصصة. كما تم تمكين العديد من الباحثين عن عمل من خلال ما توفر من فرص عمل بالقطاعين العمل العام والخاص. ولغرض معالجة أوضاع المحاربين وإعادة إدماجهم، قامت الدولة الليبية بإنشاء هيئة تعنى بشؤون المحاربين تكفلت بتوظيف أعداد من انضموا تحت وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى إشرافها على إفادة العديد من حملة المؤهلات العليا للدراسة بالخارج. وإيمانا من وزارة العمل والتأهيل بأهمية دور القطاع الخاص في إتاحة فرص عمل حقيقية أمام الباحثين عن عمل، ومن أجل ذلك فإن الوزارة عززت الحوار مع القطاع الخاص بتنظيم بعض الندوات والمؤتمرات التي من شأنها أن تحقق التكامل والأهداف المشتركة. أما في سبيل تنظيم سوق العمل ومحاربة الاتجار باليد العاملة والهجرة غير الشرعية، وحتى لا تكون ليبيا بوابة عبور من خلال الهجرة غير الشرعية لأوروبا من الوافدين من بعض من دول الجوار، وكخطوة أولى فقد أذنت الدولة الليبية مؤخراً بتسوية أوضاع العمالة الوافدة المتواجدة بالداخل بغرض التعاقد ومن تنطبق عليهم شروط التعاقد وبما يلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل في ليبيا، وإعادة المخالفين إلى بلدانهم.
وفي هذا الشأن فإننا نعمل حاليا على بحث سبل التعاون مع دول الجوار المصدرة للعمالة بما يحقق مصالح جميع الأطراف. كما أريد أن أنوه بأن ليبيا وهي تنتقل من ليبيا الثورة إلى بناء الدولة والمؤسسات والقانون بما يتماشى وتطلعات المرحلة، فإن وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المؤقتة قامت مؤخرا بتشكيل لجان أوكلت إليها مهام إعداد مشاريع مهمة، من أهمها مشروع قانون عمل جديد وقانون عمل للنقابات، والذي ستبنى على أساسه النقابات، وذلك بإشراك أطراف الإنتاج الثلاثة سعيا للوصول إلى تشريعات عادلة وضامنة لحقوق العمال وتنظيماتهم النقابية بما يتوافق ومعايير العمل الدولية والعهود والمواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان. السيد الرئيس، السيدات والسادة، ختاما لا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمنظمة العمل العربية على تكريمها لكوكبة من رواد العمل العربي المشترك الذين أثروا مسيرة المنظمة وكان لهم الأثر الإيجابي البالغ في تحسين عملها وتطوير أدائها وتحقيق أهدافها، متمنيا لمؤتمرنا هذا التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا نشكر سعادة الوكيل إبراهيم أحمد بريعدعة ووكيل مساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتأهيل في ليبيا على كلمته والالتزام بالوقت. والآن اسمحوا لي باسمكم جميعا ندعو معالي السيدة إشراقة سيد محمود وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل بالسودان الشقيق فلتتفضل مشكورة. نرجو من السيدة نعمات أحمد حسن رئيس لجنة المرأة أن تتقدم لقريب المنصة. معالي الوزير تفضل تتقرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد خليفة مطر نائب رئيس المؤتمر، الإخوة والأخوات الوزراء ورؤساء الوفود، الأخ الدكتور أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، يطيب لي في هذا المقام أن أرفع أسمى آيات التقدير والإعزاز لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على رعايته السامية لهذه الدورة، وأحيي عبركم حكومة وشعب الجمهورية الجزائرية على كرم الاستضافة وحسن التنظيم. كما أرجو أيضا أن أعبر عن عظيم ثقتنا في أن القيادة السديدة لمعالي الأخ الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الجزائرية ستقود هذا المؤتمر للوصول إلى نتائجه المرجوة. كما أرجو أن أنتهز هذه الفرصة وأنقل لكم تعازي حكومة وشعب السودان ومشاركته الأحزان لشعب الجزائر في فقيدهم فخامة الرئيس السابق لمجلس الدولة السيد علي كافي. وننتهز هذه الفرصة أيضا لنحيي الجزائر الصامدة دوما ونضالاتها عبر التاريخ، جزائر علي كافي وجزائر بن بلة وبضياف الذين عبروا عن الصمود الوطني في التاريخ العربي. سيداتي أيضا وسادتي، أحب أن أحيي الأخ الدكتور أحمد محمد لقمان والذي كنت ألتمس بقائه لعام آخر أيضا لما خبرناه فيه من دور قيادي وفاعل لعمل المنظمة، وإنا لنشهد له بالأداء المتميز الذي ساهم
في تفعيل الدور الكبير للمنظمة في بلداننا العربية، وإن كنا نستجيب لإلحاحه فإننا أيضا نتمنى له، إذا قادر هذه المنظمة، نتمنى له مستقبلا مليئا بالإنجازات الفاعلة لما عهدناه منه لكل مستقبل الأمة العربية ولوطنه العزيز. أيضا أحيي الأخ أحمد محمد لقمان وهيئة المكتب جميعهم لاختيارهم للموضوعات الفاعلة في هذه الدورة التي لامست همومنا الحقيقية في بلداننا العربية المتمثلة في قضايا التشغيل والبطالة، وأيضا الاستجابة لتطلعات وطموحات بلداننا العربية في الحديث عن قضايا التكامل العربي وما أحرزته القمم الاقتصادية من تكامل وتكامل سوق العمل العربي الذي يعد واحدا من أهم ركائز العمل في بلداننا العربية. وأود سادتي وسيداتي دون الدخول في أعمال الخبراء أن ألغي الضوء على بعض جوانب الموضوعات المطروحة للتداول في هذا المؤتمر. لا شك أن بطالة الشباب تشكل هاجسا لنا جميعا في الدول العربية، وأن طبيعة مرحلة التحول الديموغرافي التي تمر بها بلداننا تجعل بروز ظاهرة الشباب في الهيكل العمري بكل الدول العربية، مما يشكل ضغوطا على سوق العمل، ويتزامن هذا مع تطورات التكنولوجية، ويشكل بعدا كبيرا في وعائقا في توليد فرص تشغيل كافية لهذا العدد الكبير من الشباب الباحثين عن فرص العمل، مما أدى إلى مظاهر الإحباط والتذمر والتطرف والمعارضة الجامحة. وتلاحظ ذلك من خلال الهتافات والشعارات الشبابية في بعض البلدان احتجاجا على عدم توفر فرص العمل، مما يشير إلا أن مشكلة التشغيل والبطالة في مجتمعنا العربي أصبحت مشكلة اجتماعية وسياسية وأمنية، وتتعلق بالأمن القومي لبلداننا العربية، الشيء الذي يستوجب منا الدعوة إلى قمة رئاسية عربية لتناول قضية التشغيل والبطالة. وبالتالي فأنا أقدم مقترحا بعقد هذه القمة قبل المؤتمر القادم، وأتمنى من الأخ دكتور لقمان أن تكون آخر إنجازاته العظيمة في هذه المنظمة أن تكتمل انعقاد هذه القمة الرئاسية التي ستناقش قضية التشغيل والبطالة، حتى نستشعر كل المجتمع العربي بأن هذه هي قضيتنا الأساسية الآن، قضية الأمة العربية، قضية التشغيل ومحاربة البطالة. السيدات والسادة الأفاضل، إن قضية البطالة لا تتحمل التأجيل أو الدحرجة وانتظار الزمن باعتباره كفيل بحلها، إنما تحتاج منا جميعا العمل وتضافر مكونات العمل الثلاثة: العمال، أصحاب العمل، والحكومات. لقد بذلت حكومتنا في السودان وشعبنا جهودا مكثفة لمعالجة البطالة وسط الشباب والخريجين، وقامت في سبيل ذلك بالآتي: إنشاء المفوضية العامة للخدمة المدنية العامة والتي تعمل على التوظيف في القطاع الحكومي، تشجيع ثقافة العمل الحر وإعلاء قيم الإنتاج وسط الشباب، وذلك عبر الصندوق القومي لتشغيل الخريجين، مشروعات استقرار الشباب، وإنشاء عدد من المؤسسات التمويلية التي تعمل في مجال التمويل الأصغر والصغير، وتخصيص محافظ تمويلية لصالح مشروعات الشباب والخريجين، وإجادة الوثيقة المرحلية لمحاربة الفقر عبر مجلس الوزراء، والتي تؤدي إلى خلق فرص عمل عبر برامج مدعومة من وزارة المالية والمجتمع الدولي والمانحين، إضافة إلى أن تشكيل المجلس الأعلى لتشغيل الخريجين برئاسة السيد رئيس الجمهورية شكل دافعا قويا لسياسات التشغيل في الدولة، إضافة إلى تصدير التشريعات الداعمة لتشغيل الشباب والخريجين والمتضمنة حوافز وإعفاءات وضمانات لتشجيع مشاريع العمل الحر، ووضع شروط تمويل وضمانات ميسرة لتمويل مشروعات الشباب والخريجين. السيدات والسادة، إن الاقتصاد غير الرسمي له دوره في تقليل البطالة، مما يجعلنا نتساءل: هل من الأفضل تنظيم هذا الاقتصاد أم تركه كاقتصاد يسهل الدخول إليه والخروج منه، حيث يمثل إسفنجة امتصاص للبطالة؟ ومن الوثائق المعروضة في مؤتمرنا مشروع اتفاقية بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم، ومن حسن الحظ أنها مقدمة كقراءة أولية، مما يستوجب على خبرائنا إمعان النظر ودراسة كل الاحتمالات والمآلات دون تعجل لتدخل بالتشريع في هذه المسألة.
وإن واحدة من مشكلات الاقتصاد غير الرسمي صعوبة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. ولدينا في السودان تجربة على مستوى التأمين الصحي، فهنالك من تدفع عنهم الاشتراكات ديوان الزكاة، وهنالك من تضمنهم اتحاداتهم وتنظيماتهم مثل المزارعين والرعاة وغيرهم، وتشكل هذه النسبة 60% من اشتراكات التأمين الصحي. أما نظم الضمان الاجتماعي الأخرى مثل التأمينات والمعاشات فهي تعتمد أصلا على دفع الاشتراكات، ولذلك ربما يكون من الصعوبة تحصيل الاشتراكات من العاملين في الاقتصاد غير المنظم. يبدو لنا من تجارب بلداننا العربية جميعا أن الحماية الأهم هي حمايتهم مما تقوم به البلديات والمحليات من مطاردة ومضايق. السيدات والسادة، من المشكلات الكبيرة التي تواجه مجتمعنا العربي هي الأزمة الاقتصادية العالمية التي جاءت نتيجة للعولمة الاقتصادية واقتصاديات السوق العالمي، والتحديات التي تواجه سيادة الدول في السيطرة على اقتصادها وتشكيل الحماية الاجتماعية اللازمة للفقراء والضعفاء، وكل ذلك له أثره السالب على بلداننا العربية، وله أثره المباشر على زيادة معدلات الفقر والبطالة. وهذا يحتاج منا إلى سياسات فاعلة في مجال البعد الاجتماعي للعولمة والعناية به. وقد أخذ البعد الاجتماعي للعولمة حيزا مغدرا في اجتماعات منظمة العمل الدولية، وهذا يحتاج منا إلى تنزيل هذا الاهتمام المغدر بالبعد الاجتماعي للعولمة أيضا على مستوى منظمتنا العربية، حتى نستطيع أن نجعل من شعوبنا ومن سياساتنا ترياقا قويا للعولمة الاقتصادية ولاقتصاديات السوق بالعناية بهذا البعد الاجتماعي للعولمة الذي تتأثر منه مباشرة جميع فئاتنا الضعيفة. أما في السودان فقد فاغم من هذه الأزمة العالمية والأزمة الاقتصادية في العالم انفصال الجنوب ونقصان عائدات صادرات النفط فضلا عن النزاعات في بعض ولايات السودان، وبالرغم أن معدلات البطالة كانت كبيرة لا تقل عن المتوسط الإقليمي، إلا أنه من المحتمل أن تكون غزالة بعد انفصال الجنوب بسبب زيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية ونقصان عائدات البترول. ولكنني برغم كل ذلك أزف لكم أخبارنا الجيدة في بلادنا الحبيبة بالوصول إلى اتفاق سلام وتعاون شامل مع دولة مع جمهورية جنوب السودان، وهذا الاتفاق شمل اتفاقات كثيرة تتعلق بالترتيبات الأمنية والترتيبات الاقتصادية المتعلقة باتفاقيات النفط بين البلدين، والتي ستؤثر إيجابا على الاقتصاد السوداني. السيدات والسادة، لقد صادق السودان على معظم الاتفاقيات العربية، وشهد العام 2011 وحده المصادقة على 7 اتفاقيات. سألقي الضوء على بعض هذه الاتفاقيات. فالاتفاقية رقم 2 بشأن تنقل الأيدي العامل العربية لسنة 1967 قد شكلت إطارا عربيا لتيسير انتقال العمالة العربية، وقد تبعتها اتفاقات ثنائية بين بعض أقطارنا العربية، إلا أننا ما زلنا نحتاج وفي إطار التكامل العربي إلى إطار يمكن من تكامل أسواق العمل العربية وتبادل المعلومات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، مما يمكن الدول المرسلة من إعداد وتأهيل القوى العاملة للوفاء بمتطلبات السوق العربي حتى لا يحدث اختلال في التوازنات القطرية أو القومية. وإن انتقال العمالة يشكل هاجسا لنا في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة على حد سواء، والأمر يحتاج إلى تنظيم وترتيب، كما نحتاج جميعا دول مرسلة ومستقبلة لهذه العمالة، الشيء الذي يؤدي إلى اندماج الشعوب وتوحدهم ويساهم أيضا في تخفيض معدلات البطالة وسط شعوبنا، خاصة وأن السوق العربي يعتبر سوقا واسعا نأمل في تكامله بما يفضل التوازن في كل عوامل الإنتاج بما في ذلك عنصر العمل. السيدات والسادة، بالتأكيد أن للقطاع الخاص العربي دورا أساسيا في الاستثمار وتوليد فرص العمل، ولكن هذا الدور لم يظهر بشكل واضح في محيطنا العربي، ويعاني القطاع من بعض المعوقات التي تعترض سبيله، ويحتاج إلى سياسات اقتصادية سليمة تفضي إلى ازدهاره وحمايته من المنافسة الجائرة، وتفضي أيضا إلى حمايته من منافسة السوق العالمية والشركات
العالمية الكبرى متعددة الجنسيات التي يقع قطاعنا الخاص تحت رحمتها، والذي يحتاج منا إلى سياسات تشريعية فاعلة تؤدي إلى حماية الإنتاج في عالمنا العربي، كما أن مجتمع الأعمال نفسه يحتاج إلى تعزيز تنافسية ومسؤوليته الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بحقوق العاملين وتوفير فرص العمل وتنمية المنشآت، تعزيز لدور القطاع الخاص في إنفاذ العقد العربي للتشغيل. على سندكم ودعمكم وتأييدكم لمرشح السودان لمنصب المدير العام المساعد للمنظمة السيد حيدر البشر محمد طاهر، والذي نأمل بإذن الله تعالى أن يكون عند حسن صيغتكم في مشاركته الفاعلة في دور فاعل للمنظمة بإذن الله تعالى. وختاما أيضا أتمنى لإعمال هذه الدورة النجاح في دفع مسيرتنا التنموية المشتركة والعمل العربي المشترك والتصدي لمشكلاتنا الماسلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمشكلات البطالة والاستجابة لتطلعات الشباب وتعزيز نظم الحماية والضمان الاجتماعي. وختاما شكر مجدد لحكومة وشعب الجزائر الشقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. باسمكم جميعا نشكر معالي السيدة إشراقة سيد محمود وزيرة الموارد البشرية والعمل بالسودان الشقيق. والآن ندعو السيدة نعمات أحمد حسن رئيس لجنة المرأة العاملة العربية والطفل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الهادي الأمين. معالي السيد خليفة مطر نائب رئيس المؤتمر، معالي السيد أحمد محمد لغمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، معالي السادة الوزراء، معالي السادة رؤساء الوفود من العمال وأصحاب العمل، سيدات والسادة أعضاء المؤتمر الموقرين، الحضور الكريم بمقاماتكم المحفوظة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء أسمح لي أصالة عن نفسي وإنابة عن المرأة العاملة العربية والنقابية بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أن أحييكم جميعا وأن أتقدم بجزيل الشكر وعاطر الثناء وفائق التقدير لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حكومة وشعبا وعمالا على انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته 40 في رحاب أرض الجزائر الحبيبة تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. سيد الرئيس، سيدات والسادة، يجيء انعقاد هذه الدورة في ظروف اقتصادية ضاغطة ومتغيرات سياسية وتحولات كبرى يشهدها وطننا العربي، مما يتطلب وقفة مسؤولة من كل المنظمات العربية لا سيما منظمة العمل العربية التي يقع على عاتقها النظر في أهم قضايا العمل والعمال في وطننا العربي الكبير. سيد الرئيس، سيدات والسادة، نشيد بما جاء في تقرير المدير العام ونسمي ما قامت به المنظمة من عمل كبير وتناولها لقضايا حيوية وهامة تتعلق بالتشغيل والتأمين ضد البطالة والحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، حيث تمثل هذه القضايا تحدياً كبيراً للشركاء الاجتماعيين لما لها من أهمية كبرى، وتحتاج للمزيد من الدراسة والتوثيق والاهتمام بإنزالها على أرض واقع وطننا العربي لتساهم في إتاحة فرص التنمية المستدامة. سيد الرئيس، سيدات والسادة، إن المرأة العربية أصبحت تشكل عنصراً مهماً وفاعلاً في جميع مواقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية بتزايد أعدادها في مواقع العمل والإنتاج بمشاركة فاعلة في كل مجالات التنمية، ويعلو ويتعاظم دورها لتحقيق الغاية المنشودة لأجل رفاهية
واستقرار الأسرة والمجتمع. لذلك لا بد من الاهتمام بالمرأة وتدريبها ورفع قدراتها. سيد الرئيس، سيدات والسادة، تظل الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ضاغطة على سوق العمل، حيث أوصدت أبواب التشغيل وتمددت طوابير البطالة في جميع أقطارنا العربية. وظلت المرأة أول ضحايا تلكم الأزمة، فهي تزاحم وسط هذه المتغيرات، إلا أنها أقل حظاً ونصيباً في سوق العمل، حيث لجأت للعمل في القطاع غير المنظم. وحسناً فعلت منظمة العمل الدولية العربية بالتفكير بعمل اتفاقية لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، والذي معظم العاملين فيه من النساء والأطفال المحتاجين. سيد الرئيس، سيدات والسادة، إن قضية التشغيل والبطالة أصبحت تشكل تحدياً كبيراً، مما يتطلب إعادة النظر في مشاريعنا واستثماراتنا العربية لتواكب المتطلبات الحتمية للنهوض بسوق العمل والحد من البطالة، بفتح أسواق عمل جديدة تفتح آفاقاً لتكافؤ الفرص وتوزيع العمالة على المشروعات في مختلف المستويات. سيد الرئيس، سيد المدير العام، في ختام كلمتي هذه لا بد لي من ملاحظة أخيرة، وهي أن هنالك تراجع ملحوظ في تمثيل مشاركة المرأة في المؤتمر على كل المستويات، حكومة وأصحاب عمل وعمال. لذلك نذكر بأهمية تفعيل قرار المؤتمر السابق الذي أكد على أهمية أن تشمل كل الوفود مشاركة للمرأة، كما نتوجه بالشكر والتقدير للحكومات وأصحاب العمل والعمال الذين اهتموا بمشاركة المرأة في مؤتمرنا هذا. أخيرا كل الشكر وكل التقدير لجمهورية الجزائر حكومة وشعبا وعمالا، وشكري لجميع أطراف الإنتاج في الجزائر، وأخص بالشكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. والسلام عليكم. باسمكم جميعا نشكر السيدة نعمات أحمد حسن، رئيس لجنة المرأة العاملة العربية والطفل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، على هذه الكلمة ومطالبتها الحقيقة في مشاركة المرأة. فالأمر الحقيقة يعني سوف يؤخذ إن شاء الله في المستقبل. والآن اسمحوا لي أن أعطي الكلمة للسيد عبد الفتاح إبراهيم حسن، الأمين العام للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج، فليتفضل لإلقاء كلمته. غير موجود. إذن نعطي الكلمة للسيد محمد علي الفقيه، الأمين العام للاتحاد العام لعمال أريتريا، فليتفضل مشكورا. موجود. عشر كلهم تعطيتني نقابات اليوم. اليوم كلهم نقابات. كلهم ضربة واحدة. خبطتهم فيا. تفضل يا سيد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد معالي الدكتور طيب نوح، وزير العمل ورئيس هذا المؤتمر، معالي السادة الأجلاء وزراء العمل في وطننا العربي، معالي السيد الأستاذ الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد ممثل الجامعة العربية الأستاذ رجب معتوق الأمين العام اتحاد دولة المال العرب، السادة الكرام ممثلي أصحاب الأعمال والأعمال التجارية من الوطن العربي، الأخ العزيز محمد عبد المجيد رئيس اتحاد عمل العمال الجزائريين، السادة الكرام الأشقاء رؤساء وأمناء الاتحادات النقابية العربية والقيادات المهنية، السادة الكرام ممثل الاتحادات والمنظمات المهنية الصديقة، السادة الضيوف،
السادة الأجلاء أعضاء المؤتمر، السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي الفخر والعزاز أن نقف في هذا اليوم الأخر والتاريخي أمام هذه الهامات والمقامات القيادية المختلفة لإلقاء كلمتنا المتواضعة هذه باسم شعبنا العربي الأريتري وحركته النقابية الرائدة المناضلة، محيين في ذلك وشاكرين معالي السيد الأستاذ أحمد لقمان مدير عام منظمة العام العربية، بل وكافة أخوتنا الأعزاء رئيسا وأعضاء المجلس الإداري العام لهذه المنظمة الشامخة والعريقة، ذلك لدعوتهم الكريمة التي تؤكد لنا المحافظة على مكانتنا وكذلك تمكيننا المشاركة في مختلف مؤتمرات هذه المنظمة القومية بل وفي غير ذلك من الفعاليات الهامة الأخرى بصفة مراقب. وهذا يدل إنما يدل على تأكيد الحرص والاهتمام بالاتحاد العام لعمة الأريترية وكذلك شعبنا الأريتري. ثانيا، هذا كما يسعدنا كذلك أن نحيي بكل الشكر والعرفان إخوتنا وأشقائنا الجزائريين رئيسا وحكومة وشعبا وعمالا ودولة لهذه الحفاوة والترحيب والاستقبال والاستضافة الذي وجدناه منهم، ولا سيما أشقائنا الاتحاد العام لعمال الجزائريين الذين كانوا سباقين في ذلك، وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام للاتحاد وأعضاء مكتبه التنفيذي. هذا كما يطيب لنا كذلك في هذا المقام لنحيي بوجه خاص أشقائنا الأعزاء في الاتحاد العام نقابات عمال السودان على حرصهم واهتمامهم المقدر للاتحاد العام وحركته النقابية الأريترية المناضلة، ومن بين ذلك تقديم كافة التسهيلات والتعاون الذي ظل يمكن اتحادنا العام دائما للمشاركة في مختلف الفعاليات النقابية العربية. وهذه المواقف ستظل بإذن الله تعالى باقية محفوظة في قلوب شعبنا وحركتنا النقابية الأريترية. السيد الوزير وزير بطول رئيس المؤتمر ساده الحضور الكريم، نرجو أن نؤكد بداية لا بد أن نحيي لكل ما جاء في تقرير مدير عام منظمة العربية، وهذا يؤكد لنا اختيارا موفقا لكل البنود التي جاءت في ذلك التقرير، ذلك لأنه شمل العديد من القضايا الهامة وعلى رأسها قضية التشغيل والتنمية الاقتصادية التي شغلت الشباب العربي والتي جعلت منه أن يثور بسببها نظرا لكثرة البطالة والعطالة التي ظل يعيشها الشباب والتي وقفت أمام مسارات حياته المستقبلية. هذا كما تطرق التقرير حول هذه وتلك الأوضاع الاقتصادية منها والاجتماعية التي أحدثت المتغيرات التي شهدتها ساحتنا العربية، والتي كان في مقدمة قضاياها التأكيد على الحقوق والحريات النقابية بما في ذلك العدالة الاجتماعية وغير ذلك من القضايا الأخرى انطلاقا من ذلك أردنا أن نجعل من هذه القضايا مدخلا في كلمتنا هذه لنؤكد من خلالها ما هو سائدا في وسائرا في بلادنا. من هذا المنطلق أرجو أن نستمح من سيادتكم أخي الرئيس حيث نبدأ كلمتنا هذه بمداخل هامة بالنسبة لنا، وهو أولا التعريف العام عن المكونات والمصادر الأساسية التي تعتمد عليها بلادنا، ثم الإفادة حول بقية الأوضاع الأخرى التي يعيشها ويعاني منها شعبنا بإيجاز، حتى نضع بين ذلك بلادنا من هذا الذي أشر إليه تأكيدا أن الكثيرون من أشقائنا العرب قل من يعرفون حقيقة أريتريا، خاصة وهي كما يراها الجميع زلت منذ أن دلت استقلالها نالت استقلالها الوطني مقلقة على نفسها بل معزولة عن محيطها الخارجي، بدلا من أن تكون منفتحة على من حولها والعالم، ولهذه الحقيقة من الصعوبة بالمكان. أن يعرف الإنسان الأريتري الزائر إلى أريتريا مهما كانت صلته أو متابعته للشؤون الأريترية عن المجريات السياسية السائدة في بلادنا، وذلك لقيام دور الحكومة سواء في هذا المسرح العربي كان أو الأفريقي، خاصة وهي في ظل هذه العزلة لعدم قدرتها للتفاعل والتعامل مع هذه وتلك من القضايا الأقليمية منها والأحداث الدولية والعالمية السائدة، خاصة في هذا العالم المشحون بالعديد من التوترات والمهددات والتحديات المختلفة، وكأن الدولة الأريترية ولدت دون شعب أو كيان. ولذلك نستطيع أن نقول بكل ألم وحزن
أن هذه الحكومة القائمة في بلادنا استطاعت بذلك أن تعز أن تعزل المجتمع الإريتري والدولة معا من هذا العالم التي في الوقت أنه كان ينبقي منها كدولة حديثة وحكومة وليدة أن تثبت لشعبها وقدراتها وجدارتها عن تجربتها الفقيرة رغم تجربتها الفقيرة التي لا تتناسب إمكانات ما تتطلبه قيادة العمل السياسي للدولة، ذلك للعمل بما ينسجم وأهداف الثورة والشعب، ولكن اتجهت اتجاها معاكسا تماما وهو ضد تلك المبادئ والثوابت الوطنية. وهذا أكد لنا في أن ذلك عن افتقارها تلك المؤهلات القيادية التي كانت ينبقي منها أن تصنع وتبرز في ذلك عملا إيجابيا يوحد في المقام الأول القوى الوطنية الأرتية بشكل عام، ثم العمل في بناء البنية التحتية بكل تعددها وأهدافها التنموية المختلفة التي تجعل ذلك الاستقرار في أريتريا وشعبها من تلك المراحل النضالية الطويلة والشاقة. هذا إلى جانب ذلك أيضا كان ينبقي أن تفعل في ذلك دورها تأمين مشروعة العمل الاقتصادي التنموي الداخلي الذي كان بإمكانه أن يجعل من بلادنا استقامة الدولة الأرثية وعلاقاتها الخارجية، ولكنها بكل أسف تجاهلت ذلك وأفلحت في أن تجعل من أريتريا في مؤخرة الدول بل وكذلك عملا لإبعاد شعبنا عن أمته العربية بما في ذلك إجبار شعبنا وهو مكره للعمل في حمل السلاح لخلق الفوضى والحروب التي لا تخدم في ذلك مصلحة الدولة والشعب الأريتري. وهذه وتلك من الأوضاع ظلت تعزز مخاوفنا من تحويل بلادنا إلى حالة من التسوق للتجارة البشر، بدلا من أن تشرع في مشاريع التعليم والصحة والبناء الاجتماعي وغير ذلك من الأهداف البناءة التي توجد السلام والحرية والعدل والحقوق للشعب الأريتري التي تجعله راضيا للعودة في وطنه. وتأكيدا أنه لا يمكن المحافظة على أي مجتمع كان بالقهر والإكراه، إنما بتوفير مقومات الحياة الإنسانية منها والأسس السلمية التي تحفظ المصالح العامة للمجتمع، وكذلك العمل في تأمين حقوقهم المختلفة بما في ذلك المشاركة في سياقة مستقبل بلادهم، ذلك الإسهام لتطوير سياسات الاقتصادية والتنموية. ولذلك نؤكد أن الأوطان لا يبنيها إلا أبنائها بالهمم والعطاء والتضحية بكل ما يملكون، ولا سيما في ذلك الطبقة العاملة سانعة المستقبل وسمام الأمان في حماية مكتسبات هذا الوطن وشعبه بالعمل والإنتاج الذي تستقر به الحياة، في ذلك أيضا العمل في إرساء القيم الأخلاقية والدينية المفقودة في بلادنا والتي تنبني من خلالها تلك الأسس والنظم الإدارية منها والديمقراطية التي تعمق المفاهيم والمضامين الصحيحة التي تحترم الحقوق الإنسانية منها والحريات الاجتماعية التي تؤكد في ذلك على الوعي والتقدم والتحضر الاجتماعي. من هذه الحقائق والمنطلق نقول بكل أسف أن من يحكمون اليوم في أريتريا جعلوا منها دولة فقيرة جائعة تعتمد على غالبها العام على مصادر الدعم الإنساني الذي ظلت تقدمه إلى يومنا هذا الدول والمنظمات الشقيقة العربية منها والدولية للشعب الأريتري الذي يعاني كل المعاناة التي تؤكدها هذه المفردات، بل وكذلك الهيئات الإنسانية للأمم المتحدة التي وصفت بل وأدخلت أريتريا ضمن معايير الدول التي تواجه المجاعة في منطقة القرن الأفريقي، في الوقت أنه من المؤكد أن أريتريا لها العديد من الموارد الهامة التي كان بإمكانها أن تستفيد منها الحكومة الأريترية بدءا من خلق مشروعات أساسية تنموية تعتمد عليها الدولة والتي سوف نبينها في ذلك، من بينها التأكيد على بدء مؤسسات المجتمع المدني التي بمقدورها أن تخلق من أريتريا دولة القانون والمؤسسات التي تجعل من المجتمع الأريتري أن يعيش في ظل الحرية والسلام والأمن والاستقرار، بل وكذلك التعايش السلمي من كافة الدول والشعوب المجاورة الشقيقة منها والمستضيقة، بما في ذلك يا أخي الرئيس والصديقة بكل مفاهيم ومعاني مختلفة، علما أن هذه المبادئ أصبحت في بلادنا اليوم مجرد أحلام. وهذا ما جعلنا أن نقول بكل تجرد أن أريتريا لا توجد فيه حكومة تحرص وتهتم بقضايا الدولة والمجتمع التي في بلادنا، تأكيد بأن كل الثوابت الوطنية منها والإنسانية عبر
غير منصوصة أو مشرعة في دستور هذا النظام القائم في أريتريا، بدليل أن النظم ظلت أن النظام ظل ومازال الاستقلال الوطني يرتبك ويتخبط في سياساته الغير متوازنة، ذلك لافتقاده ما يدفع به مجتمع الإريتري الإسهام في تحقيق السلام والوحدة، بل وكذلك في بناء ذلك الصرح الاقتصادي الذي تنبني عليه ومن خلاله التنمية والحياة الآمنة والمستقرة في بلادنا. في الوقت أن أريتريا منذ استقلالها دخلت اليوم عامها 23 ولا زالت الأوضاع في بلادنا كما هي أسوأ من تلك التي كانت عليه، تفتقد كل ذلك المقومات. ولهذا نقول يا أخي الرئيس انطلاقا من كل هذا الذي أشرنا إليه أن أريتريا كما يعلمها الجميع تقع في شمال شرق أفريقيا، وهذه لمعلومة البعض أن أفريقيا معروف بمنطقة القرن أفريقي في البحر الأحمر التي يربطها بمحيطها وحضاراتها العربية الأفريقية الإسلامية، والذي يجسدها كذلك الذي يحدها الشاطئ الغربي من البحر الأحمر. وكذلك أخيرا في هذه الكلمة أقولها السيد الرئيس، أحيي لكل الأخوة في أشقائنا من الأخوة في فلسطين وكذلك الأخوة في السودان، وأهني كذلك بوجه التحديد أن اتفاقية السلام التي جرت والاتفاقية تمت في أديس أبابا أخيرا، وهي تعتبر من الاتفاقيات الهامة بالنسبة للسودان، لأن السودان يعتبر بالنسبة لنا والآخرين من حولنا الدولة المهمة في سلامها وفي استقرارها في حربها وفي أيضا سلامها. ونحيي كذلك بوجه خاص الاتحاد الدولي لعمال العرب، ونتمنى كذلك في نتمنى كذلك منظمة العربية أن تحافظ وتراعي على مكانتنا العربية، لأننا نفتقد إلى هويتنا وثقافتنا العربية في أريتريا، ويجب أن تكون هذه أمانة أن نرفعها إلى المؤتمر بحيث أن تكون هناك في مواقف تحدد لمساندتنا ومواقفنا كمجتمع أريتري عربي يتكون من 87% من المسلمين العرب وكذلك 22 من المسيحيين، ولذلك نحن أكثر يعني المجتمع محفوظ عليه في أريتريا. عليه نأمل من كل الأخوة والأشقاء المحافظة على اتحادنا والعمل في دعمنا بكل الوسائل تمكننا في وصول إلى قاياتنا وحرياتنا. بارك الله فيكم أخي الرئيس وجزاكم الله خير. شكرا. باسمكم جميعا نشكر السيد أبو المجد حمزة. باسمكم جميعا نشكر السيد أبو المجد حمزة، ندعو السيد أبو المجد حمزة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للصحافة والطباعة والتعليم لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. ما موجود؟ لا موجود. ما موجود؟ إذن بما أن السيد أبو المجد غائب ندعو السيد محمد سالم مراد عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للزراعة والري والصيد لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. غير موجود. إذن آخر المتحدثين لدينا في القائمة السيد ضاحي عبد الله عبد العال رئيس الاتحاد المصري للحرفيين، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته مع الالتزام بالوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيبشركم بما كنتم تعملون. أبشر جميع الحضور بأن الله يرانا، ونطلب من العلي القدير سبحانه وتعالى أن يجمع أو يجعل جميع خطواتنا في ميزان حسناتنا، وأن يرعى من رعى هذه الدورة الذي نقدم له الشكر والتقدير. فخامة السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس دولة الجزائر، كما أتقدم بالشكر للسيد معالي الوزير السيد طيب لوح رئيس المنظمة ورئيس الدورة رقم 40، كما أتقدم بالشكر للسيد الأستاذ أحمد لقمان المدير العام لمنظمة،
كما أتقدم بالشكر لدولة الجزائر حكومة وشعبا. أيها الإخوة الأحباب، السادة أصحاب المعالي، التشرف بالتواجد مع سيادتكم في هذا التجمع العربي الشامخ الذي يهتم ويبحث مشاكل وتطوير العمل والعمال ويعمل على التعاون بين الدول العربية ويسعى لجعلها سوقا واحدة للعمل والعمال العرب. السادة والسيدات، أتقدم لسيادتكم بوافر الشكر والتقدير بدعوة الاتحاد المصري للحرفيين، وهو يمثل 23 نقابة منتشرة في ربع مصر ترعى قطاع العمالة الغير منتظمة في مصر. بالحضور والمشاركة في هذه الدورة لمنظمة العمل العربي، يطيب لي وأتطلع باسم الاتحاد المصري للحرفيين المشهر بعد ثورة 25 يناير إلى تعميق التعاون بين العمال والحرفي بين الدول الأعضاء وإزالة العوائق التي تعوق انتقال العمال والحرفيين في مجتمعهم العربي. كما يطيب لي أن أعرض وأطلب عمل معارض عربية تنتقل بين الدول العربية لعرض العدد ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الحرفية متناهية الصغر. ويطيب لي تبادل الخبرات خاصة فيما يتعلق بالتدريب الحرفي ورفع مستوى العمال العرب التعليمي والتقني ومحو أمياتهم، الاهتمام بأنظمة الرعاية الصحية والتوسع في الدراسات التي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للعمال وضم الحرفيين لخدمات التأمين الصحي بجميع الدول العربية، إتمام وعمل اتفاقية الحماية الاجتماعية للعمالة الغير منتظمة، وأخيراً أدعو الله العلي القدير أن يجمع شمل الدول العربية على خدمة العمالة بها وبما يسهم في الرفع والتقدم لصالح جميع الشعوب العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً باسمكم جميعاً. نشكر السيد ضاحي عبد الله عبد العال رئيس الاتحاد المصري للحرفيين على هذه الكلمة القيمة. وبعد أن انتهينا من قائمة المتحدثين يبقى إعلان اللي هو من الساعة 3 للساعة 4 اللجنة التنظيمية في قاعة أوراسي 2 طابق 1، ومن الساعة 4 للساعة 5 لجنة الصياغة قاعة أوراسي 2 طابق 1. وبعدما انتهينا من أعمالنا نرفع الجلسة، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله.